اهلا بعشاق النادي الاهلي ومتابعين برنامج الاهلي خط احمر في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم. اهلا بك يا احمد. اهلا بك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كحلقات الاهلي خط احمر. زي امبارح وبتاريخ 9 ابريل 1999 كانت مباراه في الجوله قبل الاخيره من دوري 1999 بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك. الفارق كان 14 نقطة لصالح الأهلي قبل المباراة، والأهلي كان حسم الدوري مبكرا زي ما تعودتوا معانا في موسم 96. في اللحظات دي نادي الزمالك بتكون الوضع بالنسبة له صعب، وغالبا بيفكر في حلول يبرر بيها الإخفاق. شفنا في موسم 96 الانسحاب، وده اللي حصل في موسم 99. كان الزمالك قبل المباراة اتعادل مع الاتحاد وخسر من مزارع دينا، وكان الشعور داخل الزمالك ان فارق ال 14 نقطة مع خسارة جديدة هيسبب أزمة كبيرة جدا. في الدقيقة الخامسة الحكم الفرنسي المونديالي اللي كان حكم في مونديال 98 بيطرد أيمن عبد العزيز بسبب تدخله على إبراهيم حسن من الخلف وعرقلته من الخلف. نادي الزمالك بيلاقي مراده في اللقطة دي وبيقرر الانسحاب من المباراة. جدير بالذكر ان كابتن محمد صبري كان اثنى على الحكم مارك باتا في نهائي الكاس 97 بين الاهلي والاسماعيلي، وكان لازم يثني عليه لان كان نادي الاهلي خسر يا احمد البطوله دي 1-0 لصالح النادي الاسماعيلي، هدف احمد فكري الصغير. والحكم ده المفارقه ان نتيجه اساءه محمد صبري ليه اتوقف محمد صبري، وكابتن خالد الغندور كالعاده برضه على غرار مشهد 96 كان من الناس اللي اتوقفت، والنادي الاهلي حسم الدوري قبلها، بس كمان ما خلاش جمهوره اللي كان بيزيد عن 40 ألف متفرج يمشي وهو زعلان مقابل 4000 متفرج لنادي الزمالك، وعمل تقسيمة بين فريق النادي الأهلي واحتفل، ومحدش قدر يضيع فرحة النادي الأهلي. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة دوري 99. وكل سنة وانتوا طيبين ومستر مانويل جوزيه صائد البطولات وملك السداسيات طيب بمناسبة عيد ميلاده ال 74. منهم 6 مرات في 2001 نهائي كأس مصر بين الأهلي والمحلة، ل6-1 لما عاد للولاية الأخيرة. سداسيات كتير في حياة مانويل جوزيه، وكأن رقم 6 هو الرقم المميز أو رقم العلاقة السحري بين مستر مانويل جوزيه والنادي الأهلي. بالفعل مانويل جوزيه كان له تصريح لما جاء شاهد النادي الأهلي في نهائي الكأس أمام المحلة، قال نمت خلال المباراة 6 مرات في إشارة إن الأداء كان سيء قبل توليه المسؤولية. وخلال مسيرة مستر مانويل جوزيه قدر يحقق الفوز 6 مرات على 6 أندية بنتيجة 6، طبعا أشهرهم نتيجة 6-1 مع الزمالك، واللي تساوى مع القروم في نفس النتيجة 6-1، المقاولين العرب 6-2، الاتحاد السكندري وفيلا الأوغندي، وكمان الإسماعيلي 6-0. 6 سداسيات في تاريخ مانويل جوزيه ب6 ألقاب دوري من 22 بطولة حققها مانويل جوزيه، ليختتم مشواره بتاريخ 6 يناير لما رجع وقال لو مسكته شيكابالا النادي الأهلي يقدر يحقق الدوري. كل سنة ومانويل جوزيه طيب وخير، ودايما نفتكر سداسيات مانويل جوزيه والرقم السحري مع النادي الأهلي. حبينا نبدأ معاكم الحلقة النهاردة وما نقدرش نعدي مستر مانويل جوزيه لأن تاريخ كبير مع النادي الأهلي، ولازم نقول له كل سنة وهو طيب. كل سنة وهو طيب. ومستر مانويل جوزيه حالة استثنائية في تاريخ النادي الأهلي. لو تاريخ النادي الأهلي مكتوب بحروف من نور فأكيد مستر مانويل جوزيه جزء مضيء جدا. بعض أحمد بيتكلم كتير في فكرة تأثير مستر مانويل جوزيه على اللاعبين أو اللاعبين اللي صنعوا جوزيه. أكيد العلاقة تكاملية، بس ما فيش مدرب كان له القدر ده من التأثير زي مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه أول مباراة ليه كانت مع نادي ريال مدريد، وكانت نادي القرن في أوروبا في مواجهة نادي القرن في أفريقيا. بداية صعبة حسسته ودخلته أجواء النادي الأهلي. بعدها بيلاعب بيترو أتلتيكو الأوغندي في أول مباراة رسمية ليه في دوري أبطال أفريقيا الأنجولي، في أول مباراة رسمية ليه وبيقدر يفوز، وبننهي البطولة كمان يا أحمد بالتتويج في 7 لاعبين كانوا بيشاركوا أعمارهم أقل من 23 سنة. أبو المجد مصطفى وأحمد أبو مسلم، وكان حسام غالي، وكان كابتن محمد فاروق، وكابتن وائل رياض شارك، كلهم كانت أعمارهم وإبراهيم سعيد ما تجاوزتش 23 سنة. مستر مانويل جوزيه مسيرة من البطولات، يكفي أنك تقول أن نصف بطولات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حققها مستر مانويل جوزيه. تاريخ كبير جدا وتاريخ عظيم، مدرب فعلا كان ليه بصمته مع النادي الأهلي. فيليزي أنيفرساريو سينيور جوزيه.
الاهم كمان مستر مانويل تاريخ علاقته بجماهير النادي الاهلي، كان دايما فاهم كويس جدا، هو اللي قدر يعمل الكيمياء بينه وبين جماهير النادي الاهلي، وكان دايما مؤثر في جماهير النادي الاهلي. طبعا البرتغاليين شويه ناس عاطفيين، كان احد المرات لازم يشيل صوره احد جماهير او شهداء جماهير النادي الاهلي، فاكيد علاقه هتفضل وطيده جدا، وهيفضل مانويل جوزيه في الذاكره دايما وذاكره كل اهلاوي، واحد المدربين اللي بالفعل مش بس اثروا في النادي الاهلي، اثروا في تاريخ الرياضه المصريه. ويكفي ان طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن حسن شحاته في 2006 و2008، ولكن كان في اكيد بصمه لمستر مانويل جوزيه على عقليه اللاعب المصري اللي راح لمنتخب مصر وهو عنده احساس وشعور البطل والثقه بالنفس. ومستر مانويل جوزيه تقريبا في مصر اللي غير سيكولوجيه اللاعب او عقليه اللاعب في اللعب في المباريات الافريقيه خارج ملعبه، انك تقدر تحقق النتيجه الايجابيه خارج ملعبك وتقدر تحسم التاهل او اللقب من خارج ملعبك. وكان طبعا ابرزها في 2001 مباراه الترجي التونسي وهدف كابتن سيد عبد الحفيظ الشهير. كل سنه ومستر مانويل جوزيه بخير. ونروح بقى لاخبار مختلفه، طبعا في حديث الكورونا اخبار كتير ودوريات في العالم كتير، لكن عندنا خبر تحديدا من نادي الوداد ونادي الرجاء. اعتقد يا فارس مبادره رائعه ومهمه جدا، وكانت تستحق ان انا نسلط عليها الضوء. مبادره جيده، وده التفكير خارج الصندوق، وكمان الاهم في الموضوع ده ان كره القدم ستستمر ولو افتراضيا يا احمد. نادي الوداد هو اللي بدا المبادره بفكره مباراه تخيليه. نادي الوداد هيواجه فيروس كورونا وطرح مجموعه من المقاعد تكست تقدر تحجزها من خلال بعض المواقع، والاجر بتاعها او المقابل بتاعها هيروح لصندوق لمكافحه فيروس كورونا وتفشيه. طبعا نادي الرجاء ما كدبش خبر، وعلى غرار نفس المبادره عمل نفس الشيء. وهنا من مكاننا ده بندعو فريق الاهلي وفريق الزمالك والناديين ان هم يفعلوا المبادره دي. اكيد شفنا ادوار من اللاعبين بالظبط، شفنا ادوار للاعبين عملوا ده احمد بشكل واضح، ونتمنى كمان الناديين في الاطار ده يقدروا حتى لو التذاكر سعرها رمزي وتدخل معاهم شركه تذكرتي وتقدر تنظم ده بسهوله جدا ويتعمل حجز. انت حابب تشوف ناديك ولو افتراضيا، بتشارك بمشاعر جيده جدا، وكمان الناديين يقدروا يساهموا بشكل رسمي في دعم الدوله المصريه في مواجهه هذا الوباء اللي ان شاء الله نتخلص منه قريبا. انا اتمنى كل الانديه الجماهيريه، اسماعيلي، محل اي نادي جماهيري عنده جماهير، يقدر يعمل المبادره دي ويقدر يعمل المباراه دي، ويتوجه طبعا الدخل بتاع المباراه دي لمساعده الدوله في ازمه كورونا ومساعده الشعب المصري، لان اكيد مبادره كويسه جدا من نادي الوداد ونادي الرجاء، كان لازم فعلا ننقلها ونسلط الضوء عليها. ومن المغرب نروح لتونس واخبار اخرى، ودايما اتحاد الكره التونسي بيكون دايما بفكر مختلف جدا، وتقريبا انجح الاتحادات دلوقتي في افريقيا والاتحاد التونسي والاتحاد المغربي، وده اللي وضع الانديه بتاعتهم في مصاف الانديه المتقدمه ودايما منافسين على البطولات الافريقيه الاخيره سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. ده حقيقي. عندنا الاتحاد التونسي اعلن 6 نقاط رئيسيه، اهمهم ان خلاص مفيش حاجه اسمها موسم ابيض، هم عندهم طبعا بطريقتهم مفيش حاجه اسمها سنه بيضاء. الموسم الرياضي القروي هيستكمل 6 نقاط، كان اول نقطه منهم عدم اعتماد السنه البيضاء وعدم ايقاف النشاط بشكل نهائي. النقطه الثانيه استئناف بطوله الرابطه المحترفه الاولى والثانيه عند الاذن بذلك من قبل السلطه العموميه، وبالتالي مواصله كل الجولات المتبقيه في الرزنامة، يعني المباريات الباقيه في المسابقه. رقم 3 في صورة تواصل النشاط إلى ما بعد 30 يونيو 2020 سيقع اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية. إيه هي بقى لما هيكملوا الدوري؟ لو ما لحقوش ينهوا قبل 30 يونيو. التمديد في عقود اللاعبين المحترفين إلى غاية انتهاء البطولة على ألا يتجاوز ذلك 30 نوفمبر 2020. تأجيل فترة الانتقالات الخاصة بالموسم المقبل. تعليق مفعول سريان العقود والاتفاقات الجديدة التي وقع إمضاؤها إلى التاريخ الجديد لفترة الانتقالات الخاصة بالموسم المقبل. وأعتقد الثلاث نقط دول يا فارس اتكلمنا عليهم في الاتحاد، ده اللي نشدنا بيه بالظبط يا أحمد الحلقة اللي فاتت بالزبط. اللي نشدنا بيه الاتحاد التونسي بيفكر تفكير محترف وبيبادر في كده. لسه أحمد في نقاط تانية. 4 بيتم تحديد أواخر شهر مايو لاستئناف نشاط البطولة على أن يتم السماح بذلك من قبل السلطة المعنية بالظبط. رقم 5 بيتقدموا بطلب للسلطة المعنية للسماح للأندية باستئناف التدريبات في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال مجموعات تضم 5 أو 6 لاعبين في أوقات مختلفة موزعة على كامل اليوم وفي فضاءات مفتوحة. والنقطة الأخيرة
الطبقه الجامعه التونسيه من خلال اعضاء اللي هم اتحاد الكره التونسي يعني، ومختلف هياكلها ودوائرها على ذمه كل الانديه المنخرطه. احمد، قرارات مهمه، وده اللي احنا بننادي بيه يا جماعه. اكيد كلنا قلنا 100 مره ان صحه اللاعب اهم من اي حاجه، يعني ده شيء مفروغ منه، بس كمان انت كنادي بتفكر في مداخيلك، عوائدك، زي ما العالم كله مستمر ببعض القطاعات. عايزين نتكلم في فكره مهمه جدا، احد الانديه بنشوف كلام واضح ومش مفهوم ان انا طب لو هكمل هدفع عقود اللعيبه منين؟ ده بالعكس، انت عدم استمرار النشاط بيساوي عدم وجود رعايه وعدم وجود المستحقات الخاصه ليك من الجهات المختلفه. استمرار النشاط هو اللي هيخلي فيه انكم ليك، فتقدر تدفع للاعبين وتقدر تستمر. دي القاعده اللي العالم كله بيفكر بيها تقريبا باستثناء نادي واحد. لا، وبعدين حتى الانديه اللي هنا تدفع عقود اللعيبه منين؟ ما انت دفعت 25% اكيد المفروض، يعني لو بتدفع الفلوس في مواعيدها في بدايه الموسم اتدفعت نسبه للعيبه دي. طبيعي. المفروض ان انت تستثمر الموسم. على العموم اتحاد الكره المصري نتمنى يسير نهج الاتحاد التونسي، وان كان اتحاد الكره المصري طبعا طبقا لبناء على تعليمات الدوله اجل فكره 15 يوم ثانيه فكره العوده او ارجاء الموسم 15 يوم مره اخرى بسبب باستمرار فرض الحظر على حركه المواطنين لمده اسبوعين جديدين. طبعا بنتكلم في 30 من 15 من 15 من 15 مارس لمده 14 ابريل. ومش بس ده يا احمد، كمان عندنا رابطه الكره الانجليزيه خطبت 72 نادي وقالت ان من الممكن استئناف الموسم منتصف مايو. بدات خطوه زي ما شفناها في دوريات كتير جدا، انت تبدا تتاهب ان الخطوه الجايه يا اما هتبدا تستعيد النزول لتدريبات بشكل معين او هترجع للبطوله برضو في اقرب وقت. وده برضو اللي عمله الدوري الهولندي، بيعتزم استئناف النشاط بدون جماهير في 19 يونيو. مش ده بس يا احمد، كمان اليويفا كتبت لرابطه الليجا الاسبانيه ان برضو في احتماليات لعوده الموسم بداية من 18 مايو. اجتماع في 18 مايو عشان يناقشوا الامر. هو هنا يا احمد المهم ان انا عايز اقول معظم الدوريات يونيو ويوليو واغسطس، والفيفا بتحط فكرة الالغاء هو اخر خطوة ممكنة بعد ما تستأنف كل الحلول وكل المحاولات وكل الفرص، ساعتها بس ممكن تفكر في الالغاء. اي كلام على الالغاء حاليا ملوش اي محل من الاعراب. وعايز اقول حاجة مهمة، مستر ريني فايلر بيطبق سياسة خاصة بالأحمال البدنية والاستعداد بحيث أن النادي الأهلي يكون سابق بمرحلة جيدة عن باقي الفرق لو الدوري اتحدد له ميعاد، وكل اللاعبين بتأكد على ده وبيتابع مع اللاعبين، ونتمنى بقى من اللاعبين يكونوا ملتزمين بتعليمات مستر ريني فايلر بشكل كامل. أنت كده هتخلي كل الأندية اللي بتطالب بإلغاء الدوري تأكد على مطالبهم، بلاش الأخبار دي. عشان هم عشان النادي الأهلي استعد. بلاش إن شاء الله بإذن الله. بلاش الأخبار دي. صالح المواطن قبل أي حاجة، ولكن يأتي برضو الاحتراف والتعامل مع كرة القدم كصناعة زي ما بيحصل في كل دول العالم يعني. عندنا كمان ألمانيا خلاص عادوا للتدريبات، وكان في طبعا تعليقات طريفة جدا بين اللاعبين ان هم مفيش سلام مفيش عناق، وبيتدربوا المسافة بينهم متر متر ونص، وكمان كل ثلاثة مع بعض مفيش تاكلينج. كمان حتى المدافعين قال لك مش هنقدر نعمل تاكلينج دلوقتي، شفنا بعض والاستحمام في يكون في البيت كمان. لا، شفنا بعض اقتراحات في الأرجنتين لاستئناف المسابقة بدون فاولات على حدود 18 عشان في تجمعات. اللاعبين اللي هيبقوا خاليين من رقابه ومميزين فرصه كبيره جدا يسجلوا لو هذا السيناريو التخيلي حصل، واكيد طبعا صعب تطبيقه. احنا بنقول على سبيل، لا انا فاهم ان احنا بنقول على سبيل الدعابه، ولكن في النهايه انا عايز اقول ان ايطاليا واسبانيا والدول دي المانيا وانجلترا عندها مشاكل كبيره جدا بسبب فيروس كورونا، ولكن حتى ايطاليا بتقول بنجهز بروتوكول طبي لاستئناف التدريبات وبننتظر الضوء الاخضر للدوري. طبعا تصريحات كتيره، وكلنا بنحطكم في الحدث وبنجيب الدوريات الاوروبيه عشان نقول لكم الناس دي بتفكر ازاي، وحتى كمان جبنا الاتحاد التونسي لكره القدم اللي بالمناسبه في قبل بطوله افريقيا 2017 كان في برضه ازمه عندنا، تم طبعا لاصابه ساسي، تم تاجيل الدوري اللي بعد ام افريقيا. الاتحاد التونسي اصر ان هو يكمل الدوري لغايه 14/6 وكان باقي اسبوعين على البطوله، ومع ذلك هم وصلوا لمسافه ابعد من منتخب مصر وصل لها اللي تاجل الدوري بسبب فرجاني ساسي. فيا ريت الاتحاد المصري او اللجنه المؤقته تاخد بالها من النقط دي وتشوف الدوريات والاتحادات الاوروبيه وكمان العربيه زي تونس بتفكر ازاي، ولازم يكون في تاكيد على فكره استمرار الدوري. وده كانت اخبارنا النهارده اللي طبعا مغلفه بكورونا، ولكن عندنا النهارده فقره مميزه جدا
في السوشيال ميديا، ولكن هي فقرة فارس بتخص طبعا أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، وطبعا لاعب له تاريخ كبير مع النادي الأهلي، هو الكابتن مجدي عبد الغني، اللي بالمناسبة كابتن مجدي محدش ممكن يمحو تاريخك أو يمحو تاريخ أي لاعب في النادي الأهلي ساهم في صنع بطولات ولو عدد قليل من السنوات، ولكن لما بيكون في بعض المغالطات لازم يا فارس إن احنا بنوضح إن الأمور مش بالشكل ده. احمد احنا مش في مجال ان احنا نتحدث عن تاريخ لاعبين، اكيد تاريخهم داخل النادي محفوظ، ولكن زي ما تاريخهم داخل النادي محفوظ الاولى منهم ان هم يحافظوا على جزء بقى خارج التاريخ وهو مشاعر جمهور الاهلي تجاههم. وصدقوني كل اللي واصلكم عن فكره اصل ده مش جمهور الاهلي، لا والله ده جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بيزعل جدا 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 لما يكون في مغالطات، لما يكون في تجاوز، لما يكون محاوله اساءه ليه او اساءه من اي حد بينتمي لمنظومه النادي الاهلي، خصوصا لو الكلام ملوش اي بينه او قرينه. هنسمع كابتن مجدي عبد الغني قال ايه في الفيديو اللي جاي ونرجع نرد. بنسمع ان علي معلول عقده النادي الاهلي مش عارف يطلع باك ليفت احسن من علي معلول. النادي الاهلي بجلاله قدره مش عارف يشتري باك ليفت مصري سعره كويس؟ لا، علي معلول بياخد مليون دولار في السنه، واجايه بياخد مش عارف 900,000 دولار في السنه. ايه يعني ليه؟ عشان هيعملوا ايه؟ يضيفوا ايه للنادي الاهلي؟ انا مش عايز امسح عشان الكورونا. هيضيفوا ايه للنادي الاهلي علي معلول او اجاييه او ايه؟ هيضيفوا ايه؟ دولاب النادي الاهلي ما عادش فيه مكان للبطوله. ما عادش فيه مكان. النادي الاهلي لو قعد 10 سنين ما ياخدش بطولات، يبني فرقه. النادي الاهلي يبني فرقه، مش لازم نشتري. النادي الاهلي يا كابتن مجدي فعلا بيبني فرقه، ولكن بيبني فرقة بكل معطيات الاحتراف. حضرتك بتتكلم على مركز الظهير الأيسر، حضرتك بص في الدوري وبص في منتخب مصر اللي كان عنده أزمة في المركز ده، أيمن أشرف أحيانا بيلعب، عبد الله جمعة على فترات، وطبعا معروف إن المركز ده إحنا بنعاني منه. النادي الأهلي بيضم لاعب زي علي معلول من أكثر اللاعبين تأثيرا على مدار الفترة اللي انضم فيها معلول بالأرقام وبكل حاجة. كابتن علي معلول لإسهامه الواضح جدا، حضرتك بتتكلم بشكل احترافي، تمام النادي الأهلي بيطبق الاحتراف فبيضم احتياجاته، طيب هل اللاعبين دول غير مؤهلين للنادي الأهلي؟ ما أضافوش، ما أسهموش، هنعرف في اللي جاي. أنت رأيك إيه؟ رأيي؟ ما أنا قلت رأيي، هو ده حاجة محتاجة رأي، طبعا لاعبين جيدين جدا بس عايزين نشوف رأي حد تاني. لا هو الحقيقة كابتن مجدي يعني رأي حضرتك في تحديدا في الاسمين دولت كان مختلف بس من فترة شوية. نطلع نشوف رأي كابتن مجدي تحديدا في علي معلول وجونيور أجاييه. هو طبعا يعني من المفترض يصرف، يعني من المفترض ان النادي الأهلي بيصرف، ومن المفترض ان النادي الأهلي بيدور على افضل العناصر اللي تبقى موجودة داخل النادي الأهلي، ومفترض أنه بيجيب أفضل اللعيبة المحترفة زي ما حصل في السنوات اللي فاتت. في الحقيقة يعني وجود أجاييه، وجود وليد أزارو، وجود علي معلول، كل دول مجموعة قبلهم إيفونا، كل دول كانوا مجموعة في الحقيقة أضافت للنادي الأهلي، ودت النادي الأهلي قوة كبيرة جدا، والنادي الأهلي ما فكرش في الناحية المالية. يعني نفتح الباب ولا نقفل الباب؟ يعني من جانب الماديات انت بتقول مفترض النادي الاهلي يصرف، ثم الفيديو او الحاله المؤخره اللي حضرتك اثرتها من خلال بعض القنوات ومن خلال بعض البرامج وحتى قناه حضرتك على اليوتيوب، اتكلمت في فكره ما ينفعش يصرف ونقعد 10 سنين من غير بطوله، والكلام ده اصلا ما يناسبش جماهير النادي الاهلي، لان انت عارف عقليه جماهير النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، احنا ما بنفكرش غير في البطوله والمركز الاول، وده ضريبه بيدفعها النادي الاهلي وكل مسؤول في النادي الاهلي، وكل حتى لاعب بينضم للنادي الاهلي هي فكره ان انا بلعب دايما تحت ضغط المركز الاول. لكن يا كابتن مجدي خلال فتره ما بسبب اشياء ما وتغير شخصيات ما تغير الامر، بقى علي معلول المفروض ما نصرفش في الوقت لما كان قبل كده زي ما عرضنا ان علي معلول واجاييه وليد ازارو، والمفروض النادي الاهلي يبحث عن الصرف وعن احتياجاته وعن الاحتراف. انا عارف ان انت ليك تاريخ كبير من وطبعا من اوائل الناس اللي احترفت في بيرامار، ولكن ارائك مختلفه يا كابتن مجدي بتوضح ان الامور فيها مش منطقيه. لا فيها غرض، وده شيء لا يسيء لحد، فيها غرض.
انا لما اقول لنفس اللاعب لاعبين كبار واضافه للنادي الاهلي واستشهد بيهم وارجع هاجم اللاعبين واقول انت مش عارف تخرج باك شمال على خلفيه كمان عن فايلر اللي كان تقييمه في نفس القناه برضو سلبي وكان دايما في ضغط عليه، وفكره حتى ليله مباراه سان داونز كان فايلر بيتهاجم كان الموضوع صعب جدا. وبعدين يبدو ان في توجه بعيدا كمان عن القناه الخاصه بكابتن مجدي الشخصيه، لا احنا بنتكلم واضح ان البرنامج اللي بيظهر فيه كابتن مجدي عبد الغني ليه توجه معين ودائم ضد النادي الاهلي، لدرجه ان كابتن محمد فاروق اخر مره كان بيتكلم ان انا مش عارف اسيطر على الضيوف جوه الحلقه. وطبعا الموضوع بيبقى فيه هجوم صعب جدا على النادي الاهلي. يا جماعه بعد اذنكم احنا لا نفرض اي وصايا على احد، من حق كل واحد يكون له رايه، ولكن مش بالشكل اللي فيه إساءة والشكل اللي فيه تجاوز. اللجنة الفنية طلع كلام، احنا عشان كده يعني كابتن محمد فاروق أهلاوي وكان يعني لاعب منتمي للنادي الأهلي وإعلامي كبير، مش لازم يا جماعة نهاجم النادي الأهلي واحنا بنهاجم نبدأ نسيء من الأشخاص ونقلل ويبقى واضح جدا ان في توجه، يعني ما بنشوفش ده مع أندية تانية اطلاقا. كمان هنطلع للفيديو ده احمد بمناسبة الجملة بتاعت النادي الأهلي لازم يصرف، ده رأي كابتن مجدي عبد الغني، النادي الأهلي بيلعب على بطولات فلازم يصرف. تعالوا بقى نشوف رأي كابتن مجدي عبد الغني برضه في الفيديو اللي جاي. لازم تحاسبوا الناس اللي طبعا نادي بيراميدز ده نادي خاص بتاع واحد مستثمر، ما نقدرش نقرب له، نضرب له تعظيمين سلام. عايزين الأندية كلها تبقى كده، كرة القدم في مصر تبقى كده، اللي عايز يتفضل يدفع، محدش يقدر يلوم بيراميدز. بيراميدز تحط 50 مليون 60 مليون 80 مليون ترميهم البحر، تاخدهم كده ترميهم في الميه تعملهم الكلام اللي اتقال ده في غايه الخطوره. ليه بقى؟ كابتن مجدي عبد الغني مسؤول عن جمعيه اللاعبين المحترفين، كابتن مجدي عبد الغني لفترات طويلة جدا داخل اتحاد الكورة مسؤول عن شؤون اللاعبين، وكمان من أحد الناس واضعي اللوائح. الكلام اللي اتقال ده خطير جدا وينافي كل ما له علاقة بالاحتراف في كرة القدم على مستوى العالم. أولا أنت بتشيل أي مبدأ تكافؤ، نادي بيراميدز يصرف ويعمل اللي هو عايزه، يرمي الفلوس في البحر، بس النادي الاهلي عليه قيود وضوابط معينه. بالعكس انت قبلها في الفيديو السابق كنت بتتكلم ان النادي الاهلي لازم يصرف عشان بيلعب على بطولات. هنا بقى لو حضرتك يا كابتن مجدي بتتكلم لتوحيد المعيار مع كل الانديه كنت حضرتك هتتكلم في قانون اللعب المالي النظيف. القانون ده فكرته عشان ما نطولش على الناس بيتكلم في ان ايراداتك ومصروفاتك يبقى فيه بينها توازن، بحيث ما يكونش فيه مصروفات اعلى بكتير من الايرادات فتبقى بتخسر ومكمل، وده بيدخل فيه عوامل كتيره جدا الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي بيخافوا منها. لو حضرتك هتيجي تقول نحط القواعد دي لكل الانديه المصريه، ومش كده بس، ما انا ممكن احطها للانديه المصريه والاتحادات الاخرى زي الاتحاد التونسي او المغربي ما يكونوش بيطبقوا ده، فالنادي الاهلي يقع، وده معروف لان انا هبقى عندي حجم الانفاق قليل نتيجه اسباب معينه، ويبقى في الانديه الاخرى او في البطولات او المسابقات اللي بتنافس معاك في افريقيا حجم انفاقهم عالي، نادي زي مازيمبي، نادي زي الترجي، نادي زي الوداد بس ولا او اي مستثمر ولو خليه حتى يطبقها على الانديه المصريه. يا ريته قال كده في النهايه النادي الاهلي هو اللي معاه رخصه الانديه المحترفه في صحيح. مصر، فبالتالي النادي الاهلي هو اللي فيه موازنه محترمه بين مصروفاته وايراداته. ما هو ده مش دور الاتحادات الاهليه بس، ده انت بتيجي الاتحادات القاريه زي الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الافريقي يقول انا هحط المعايير دي لكل الانديه، انما انت عايز النادي الاهلي يمشي علي معلول ويمشي اجاييه وما يصرفش رغم انك قلت عكس كده، وكمان الفرق الاخرى تصرف زي ما هي عايزاه. كلام مش منطقي هو بيتكلم مش طبيعي. من منطلق ان فريق بيراميدز اللي مالك خاص فيصرف، لا يا كابتن مجدي انت بتتكلم في احتراف، وانت من بدايه الازمه اللي هي بدون اي لازمه عامل المشكله على الاحتراف، فبالتالي احنا بنقول ان الاحتراف فيه لعب مالي نظيف. كابتن مجدي حضرتك لك قيمه كبيره، تاريخ كبير كلاعب من اعظم اللعيبه اللي لعبت في مركزك، يمكن اعظم لاعب حتى في المركز ده، ولكن احنا هنا بنتكلم عن رأي اللي بتقوله نفسه. اللي واضح جدا 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 ان هو في تناقض، وحتى الحده اللي بتتكلم بيها بتوضح ان الامور مش قصه رأي ورأي آخر، لا في حدة في التعامل، في حدة ما كانوش عارفين يلحقوا عليك في إنك تسكت في القصة دي. مختلف على فكرة الماديات اللي بتدفع للاعب برغم إنها تدفع من نادي تاني عادي جدا. كلام كله يا كابتن مجدي مش باين أنت هي فين الأزمة، هل الأزمة فعلا في تجديد أحمد فتحي
انا اعتقد ان الازمه مش في تجديد احمد فتحي. كابتن مجدي حضرتك لاعب لك تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، عشان ما تطلعش تقول اصل قناه النادي الاهلي بتهاجمني والكلام ده كله. بالعكس، حضرتك مسجل جول في النهائي 84 ابطال كؤوس، ونهائي 85 ابطال كؤوس، ونهائي 86 ابطال كؤوس، ودي نادرا لما لاعب بيكون عاملها. عارفين التاريخ ده كله وبنقدره، ولكن لازم حضرتك تقدر النادي الاهلي، ولازم تاخد بالك النادي الاهلي يا كابتن مجدي، النادي الاهلي اللي انت في وقت من الاوقات رحت دخلت قلت انا مش جاي اساند مجلس اداره، انا جاي اساند النادي الاهلي، لاننا مش ورا مجلس اداره دلوقتي او سابق او قادم، احنا ورا النادي الاهلي اللي تم انشاؤه من 1907 سنه. فين كلامك ده يا كابتن مجدي؟ فين كلامك؟ فين كلام حتى يعني ما ترددش في ذهنك كلام الكباتن اللي زملتك في الملعب زي كابتن ثابت البطل، وهو بيقول لك لو حابب تنتقد النادي الاهلي تيجي النادي الاهلي؟ تعالى كابتن مجدي نفكرك بكلام الكابتن ثابت البطل، ونتمنى ان حضرتك لما تسمعه تاخده بعين الاعتبار. نطلع فيديو ثابت البطل. ارجو ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي، ويعني ايه اخلاقيات، ويعني ايه نظام، ويعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول رايه ويجري الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا كابتن. يا ستي ما الناس عارفه كل حاجه، وما بنشرحه للناس، لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته، يعني ما هاجموش حضرتك ليك وجهه نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه، انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض، يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. عاش ثابت ومات بطل، الله يرحمك كابتن ثابت. اعتقد كلام واضح جدا وكلام مهم جدا، وبالمناسبه كابتن ثابت البطل تعرض لهجوم جماهيري قبل كده ولكنه التزم الصمت، حتى تعقيبه على فكره الجماهير وغضب الجماهير كان بيحز في نفسيته لكن لم يتحدث اطلاقا. كابتن ثابت البطل لحد اخر دقيقه في عمره بيخدم النادي الاهلي، وده الكلام اللي احنا بنوجهه لكل، مش لكابتن مجدي عبد الغني بس، لكل نجم حس ان هو له تاريخ مع النادي الاهلي. اي انتقاد للنادي الاهلي، اي حاجه مش عاجباك، تعالى كلم النادي في النادي الاهلي، لجنه التخطيط لها كل التقدير والاحترام، فيها كباتن كبار على راسهم الكابتن محسن صالح تاريخه كبير جدا مع النادي الاهلي. ف الهجوم الغير مبرر او حتى المبرر ما يكونش بالشكل ده يا كابتن مجدي. نتمنى ان انت تعيد النظر في الامور، ويكون الكلام كله احترافي فقط لا غير، لان التناقض اللي بيحصل بيبان ان الامر ما كانش احترافي. ودي كانت اخر فقره السوشيال ميديا، نطلع فاصل ونرجع على فقره اون سبوت. ورجعنا لكم وفقرتنا اون سبوت، المره دي اون سبوت على دوري من الدوريات، دوري موسم 90-91. البطوله دي فاز بيها نادي الاسماعيلي في مباراه فاصله اتعملت بعد تساوي الفريقين الاهلي والاسماعيلي برصيد 51 نقطه. المباراه دي كان مفترض تقام في استاد اسكندريه اللي كان فيه بعض الاصلاحات، واتلعبت في المحله. هنا هنقف عند احداث مهمه جدا، ليس استغراق أو الاستمعان في نظرية المؤامرة، ولكن إحنا هنقف عندها عشان نبين لكم إن أحيانا في بطولات بيكون فيها حاجات تستدعي إن إحنا نقف عندها، ولكن أبدا لن نستغرق في نظرية المؤامرة. هي ليه كانت تتلعب في اسكندرية؟ ليه ما تتلعبش زي نهائي كأس مصر في طالما مباراة فاصلة في القاهرة؟ بالظبط، وده الوضع. بعد كده تدخل الناس في حته تانية خالص، ولكن كان في اصرار من نادي الاسماعيلي على لعبها في مكان يكون جغرافيا عادل بين الفريقين، واتلعبت في المحله، وهنشوف الاحداث المهمه جدا. هو بس عندنا قبل الدوري ده، قبل الدوري ده طبعا عندنا دوري، بالنسبه بعض الناس بيطلع، احنا عندنا 5 دوريات تم الغائهم ولم يستكملوا، ولكن كان في دوري انتهى الدور الاول تقريبا، هو دوري 89-90، كان النادي الاهلي متصدر بفارق 4 نقاط، وقتها كانت المباراه بالفوز بنقطتين،
وده الدوري اللي كان النادي الاهلي الاقرب ليه، لان كان الدور الاول انهى معظم المباريات الصعبه خارج ملعبه بالفوز وبنتيجه كويسه، اخرهم كان مباراه الاهلي والاسماعيلي، ولكن تم الغاء الدوري بسبب قرار من الكابتن محمود الجاري عشان ندخل على موسم 90 91 بعد كاس العالم. وطبعا الدوري ده كان للاسف النادي الاهلي لغايه الموسم فارس ال 28 كان هو المتصدر المسابقه، وكان باقي 6 اسابيع قلبوا الدوري تماما، ده دوري 90 91. لكن الغريبه فارس ان فريق غزل المحله، طبعا لان جماهير الوقت الحالي ما عرفوش ان فريق غزل المحله كان في نهايه الثمانينات وبدايه السنوات دايما في المربع الذهبي كان متصدر مع النادي الاهلي في الاسبوع ال 28، واتغيرت النتائج احمد فرقت مع المحله مباراه الاسماعيلي كان في غزل المحله، كان ممكن لو في غزل المحله فاز كان الدوري انتهى الاهلي، ولكن عاطف عبد العزيز في الدقيقه 89 يكسر التعادل 1-1 ويجيب الجون الثاني عشان يخش المحله في سلسله هزائم ويخش الاسماعيلي في سلسله انتصارات. لكن في ملحوظه مهمه في الدوري ده مش هتلاحظها كتير في دوريات تانية في الصراع بيننا وبين الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي، ان الاول مره كان في صراع ثلاثي فكان في تعارض مصالح بين الزمالك والاسماعيلي، وقبل مباراه الزمالك والاسماعيلي كانت المباراه قبل الاخيره، والحمد لله ان كان في صراع ثلاثي فتعادلوا 1-1، والتعادل ده هو اللي وصل الفارق في النقاط بين الاهلي والاسماعيلي 0، ووصلنا لمباراه فاصله وخسرنا من اتعادلنا بس مع الكروم، التعادل ده هو اللي ضيع مننا الدوري. عايزين برضه ناكد ان رغم ان المواجهات بين الفريقين الاهلي والاسماعيلي في الدوري ده كان في تعادل في الاسماعيليه وفوز للاهلي في القاهره. كابتن طاهر ابو زيد في الدقيقه 74. فالنادي الاهلي داخل الموسم في المواجهات المباشره كان متفوق، بس برضه محدش يفتكر ابدا كل التقدير للنادي الاسماعيلي، عشان فعلا النادي الاسماعيلي تاريخيا في الموسم ده قدم واحد من اعظم واجمل مواسمه، خصوصا ان نادي الاسماعيلي كان 24 سنه ما خدش الدوري من سنه 67 يا احمد لحد ما حقق البطوله الموسم ده. كان برضه النادي الاهلي هو المنافس. وبرضه كانت مباراه فاصله. لا ما كانت مباراه فاصله. بالظبط 67 66 67. لكن انا اخر موسم قبل عايز اقول التوقف حاجه في الدوري ده بخصوص البعض اللي بيتكلم عن نادي القرن وموضوع البطولات فارقه معاه قوي. النادي الاهلي في الموسم ده حقق 21 فوز، ونادي الزمالك حقق 21 فوز من عدد المباريات، ونادي الاسماعيلي حقق 19 فوز، ومع ذلك الاسماعيلي هو بطل الدوري، لان في النهايه انت بتاخد على جميع النتائج الفوز والتعادل وحتى الهزيمه. دي بس ايه رساله للبعض اللي لسه بيتكلم ومش عارف ازاي بيجي له الجرأه ان هو لسه بيتكلم حتى الان في لقب نادي القرن اللي هو مستحق للنادي الاهلي. طبعا يا احمد في بقى الحاجات، رغم ان احنا شفت اشادنا بالاسماعيلي وقلنا ان هو حقق الدوري بعد 24 سنه، اخر موسم كان توقف اللي هو قبل الحرب بالظبط 67 66 67، ولكن هنقف بقى هنا عند لقطات زي ما قلنا لكم، مش ابدا عشان نرسخ مظلوميه، ولكن عشان نقول ان احنا كان سهل جدا نفضل على مدار السنين نقول الدوري اللي خده الاسماعيلي بعد 24 سنه كان بقرارات ظالمه. نسمع كابتن سعفان الصغير حارس الاسماعيلي والحارس التاريخي للنادي الاسماعيلي كان بيقول ايه في الفيديو ده. نقفل الاول 91 مع حضرتك، فرحت واتلعب المباراه وقدر الاسماعيلي ان هو يفوز. كان في حكم طبعا ايطالي اسمه بريتو بلويجي في 91 91 كانوا جايبينه من ايطاليا، حكم لنا الماتش وطرد يوميها الكابتن بدر رجب. كان الكابتن بدر رجب عمل حركه بايديه، بس هو مش قصده كده، هو قصده يقول للحكم ان دي ضربه يعني جت في ايديه، فهو عملها بطريقه هم في ايطاليا هناك او في اوروبا بيفهموها غلط، فطرد الكابتن بدر رجب في الوقت دوت. وطبعا النتيجه بقت صالحنا 1-0 بعد الكابتن بدر رجب ما طرد، بقت 2-0 من كفر صار واول موسم ليه 23 سنه. حمزه الجمل والحكم بيقول لبد انذار بيقول له دي جت بايده، كارت احمر لبدر رجب، كارت احمر لبدر رجب. يعني انا ما اعرفش، يعني انا ضد النهارده الكلام اللي بيحصل ده من اللعيبه. اعتراض يا راجل، يعني ده مش لعبه في الدوري، انت بتعترض يا بدر. طبعا كابتن سعفان اتكلم عن ان الكوره فيها ضربه جزاء للنادي الاهلي والصوره مش واضحه للامانه عشان ما نحكمش، بس بعد كده كابتن بدر رجب اطرد طرد ظالم. الاشاره اللي بيعملها كابتن بدر رجب الحكم افتكر ان هي اساءه، على فكره الاشاره اللي عملها او الحركه اللي عملها كابتن بدر رجب ملهاش علاقه بالحركه المتعارف عليها اوروبيا كشكل من اشكال الاحتجاج او الاساءه، كمان ما اعتقدش
كابتن بدر رجب في سنه 91 كان قاصد يعمل الحركه دي للحكم الايطالي. حده الحكم في هو بيطلع الكارت بحده شديده جدا. حكم ايطالي كان اسمه بيير لويجي، طبعا ما استناش على كابتن بدر رجب واداله طرد، اثر اكيد على حظوظ النادي الاهلي مع كره اساسا هي شك ان هي ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. انت كنت مغلوب 1-0 لما كمان تبقى عايز تتعادل وانت ناقص منك لاعب، فالطرد اكيد اثر بشكل كبير، لكن ده من الجانب التحكيمي. والجانب التحكيمي اخطاء الحكام وارده، يعني احنا دايما بنتكلم في السكه دي ولا ما بنجزمش بتعمد الخطا من الحكم، ولكن في اخطاء اداريه هي دي اللي لازم نقف عندها، لان دايما بيتم ترويج فكره الدوله والاهلي نادي الدوله والكلام ده، مع ان الوضع ده مش حاصل خالص، واذا حصل في الكوره حتى ما بيحصلش مع النادي الاهلي. تعالوا نشوفوا التعليق برضو الكابتن سعفان الصغير او فيديو للكابتن سعفان الصغير ونرجع نعقب على النقطه دي. 91 يا كابتن سعفان بطوله غاليه جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، بطوله الدوري العام، قبل ما نروح للفاينل ليك واقعه شهيره جدا يا كابتن في البطوله دي، انك يعني اتوقفت في بطوله الدوري العام، كنت خدت قرار ايقاف سنه، ما كنتش هتكمل مع الفريق بطوله الدوري. يعني كنا بنلعب الاهلي في استاد منى عرف في القاهره الدور الاول، وكابتن طاهر ابو زيد احرز فيها الهدف، كان ده الماتش السابع ليا وما دخلش فيا اي هدف. فكان نفسي اكمل السابع والثامن والتاسع عشان اضرب الرقم القياسي بعد كابتن اكرامي اكرامي الكبير. فكابتن طاهر ابو زيد حط فيا هدف، يعني هدف سهل جدا. فده اللي خلاني اتعصب واتنرفز. على مين؟ كان في ولد بيجيب الكور من ورا الجون، فزي ما تقول ايه، قبل الهدف ما يخش فيا كان بيجري يجيب الكوره بسرعه. بعد الهدف ما دخل فيا فايه ما بقاش يجيب الكوره وبتاع. فانا راح اجيب الكوره وهو واقف ورا الجون، رحت ضربته في رجليه. فالحكم كان، انا فاكره طبعا الكابتن يحيى البربري ربنا يديله الصحه لو عايش، وقف الماتش وطردني. فجه الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، انا بقى اتعصبت واتنرفزت، فجه الكابتن ثابت البطل الله يرحمه مسكني احتضن. يعني لا هو مسكني، بس مسكني ايه وانا متنرفز، فانا افتكرت اللي هو جاي يتخانق معايا، وانت مشدود في اللحظه دي. انا مشدود في اللحظه ديت، فرحت اتخانقت وزعقت اكتر وبتاع. فاتحاد الكره اياميها خدوا قرار بوقف سنه. وقعدت في البيت شهر من غير تدريب من غير اي حاجه، لحد ما الدكتور عماره طبعا دي يعني حاجه مش هنساها له ابدا، كان وزير الشباب والرياضه اياميها، شد الايقاف من سنه خلاه شهر. التماس حصل، التماس من النادي الاسماعيلي من شباب الرياضه. فاعتذرت وتاسفت، والايقاف الحمد لله بقى بدل ما يبقى سنه بقى شهر. هو الموقف اكيد حضرتك مش هنساه كابتن سعفان، لكن الاستاذ عبد المنعم عماره له مواقف كتير في التسعينات، من بدايه التسعينات لاخرها كده، مش ممكن ابدا جماهير النادي الاهلي تنساه، اكيد هنستعرضها. ولكن هو فعلا الجون كان سهل فعلا، كابتن سعفان كان مديها 74، كابتن طاهر ابو زيد بدماغه من على حدود منطقه الجزاء تقريبا، عملت بند في الارض ودخلت من تحت ايده. ولكن في النهايه كابتن سعفان بيتكلم عن ايقاف كان لمده سنه اتخفض لمده شهر، اللي هو قعده الكابتن سعفان في البيت، وبقى كابتن سعفان عنصر مؤثر في الدوري. يعني تدخل في قرار اتحاد الكره بيفكرنا بواقعة للكابتن ابراهيم حسن لما تم ايقافه من قبل النادي الاهلي قبل اتحاد الكره. لم يطلب النادي الاهلي رفع الايقاف عن الكابتن ابراهيم حسن، ولم يتدخل احد لرفع الايقاف عن ابراهيم حسن او تخفيضه لمده شهر. فيا بخت اللي كان له الاستاذ عبد المنعم عماره. الدكتور عبد المنعم عماره كان محب وعاشق للاسماعيلي، ده طبعا شيء معروف، ولكن كان في اشياء كتير مؤثره زي احمد، برضو كان في كلام شهير ليه على لسانه هو عن مجله النادي الاهلي، وازاي لما كانت بتنتقده احيانا كان بيوقف الدعم للنادي الاهلي، الدعم المادي اطلاقا، نتيجه غضبه من الانتقادات ده. واعتقد دي برضو واقعه شهيره وتستحق الشكر. وتستحق الشكر بس مش مننا. مش مننا طبعا. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا، احد لاعبي الاسماعيلي بعد نهايه المباراه وهو بيحتفل، تعالوا نسمع بيقول ايه. معانا واحد من اللاعبين يمكن من فرحته قلع فانيلته، كابتن احمد رزق، الف مبروك. الله يبارك فيك، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا مجهودنا اللي بذلناه طول السنه لحالها يعني وكده، وبنهدي الفوز دوت. اولا الجمهور الاسماعيليه اللي واقف معانا من اول السنه لغايه دلوقتي، ثانيا بنهديه للمحافظ عبد المنعم عماره وللوزير الجوالي اللي واقف معانا بكل جهده يعني وكده. واضح جدا الشكر اللي احمد قال لكم عليه، وهو موصول فعلا، وكان مؤثر وكان مهم. برضو كل التقدير للدكتور عبد المنعم عمارة، من الشخصيات اللي اسهمت كتير جدا في الرياضة المصرية وحتى في محافظة الاسماعيلية، ولكن اكيد هو بنفسه كان ليه اراء في دعم الاسماعيلية. هو دايما بيقول ان انا بحب النادي الاهلي كنادي اهلي،
ولكن كفريق كرة هو بيقول أنا لا أحب فريق الكرة في النادي الأهلي. خلاص يعني حقه طبعا، ولكن هي الفكرة كلها الخلط في المشاعر ده اللي بيتدخل في اتخاذ القرارات. لأن الدوري ده يعني قصة المباراة تحديدها في المحلة ده حصلت أزمة عليها كبيرة جدا، وفي النهاية رغبة الإسماعيلي في اللعب في المحلة اتنفذت. ومن الامن كان رافض وقتها يا احمد المحله اطلاقا، وكان الامن مش بيحبذ المحله، ولكن المباراه اتلعبت في المحله. لكن الحقيقه القصه ما توقفتش عند فكره ايقاف ورفع ايقاف او خطا تحكيمي، لان القصه كانت بشهاده الدكتور عبد المنعم عمارة اللي بنكن ليه طبعا كل تقدير واحترام، موضوع مختلف تماما، ساهم في مش بس فوز ب 90 91، لا بتقويه فريق الاسماعيلي خلال فتره سنوات. نسمع الدكتور عبد المنعم عمارة ونرجع تاني. اتكلمت فيه كتير. معلش. النادي الاهلي كنادي الاهلي بعشقه وبحترمه بلا حدود. يا سلام. لكن فرقه الكوره بتاعت شوبير لا. ده عشان الاسماعيلي. عشان الاسماعيلي احمد احنا كنا نبقى غالبينكم 3-0. وتلاقي الله حمو حسين امام وبتاع فجاه بيلا. انا ما حضرتش الايام دي، انا حضرت ايامي كنت بروح وانا بلعب في الاهلي، كنت بنقعد في المدرج واقعد اشجع الاسماعيلي هم قاعدين كلهم. لكن النادي الاهلي كتبت عنه كلام كبير جدا. هل حضرتك يعني كان طبيعي وانك مسؤول عن الرياضه في مصر، زي ما كنت لسه تارك منصب المحافظ، كان منطقي انك تروح تحتفل مع اللاعبين ببطوله الدوري لما حصلوا عليه وانت مسؤول اول على الرياضه في مصر؟ ما حسيتش ان انت دي كانت غلطه من حضرتك يا دكتور عمار؟ لا خالص خالص، ان الناس كانت هتشيل عربيه. ما في الاسماعيليه لازم يشيل عربيه بس. لا انا وانا مراتي ما عرفتش اروح. خالص، واتخانقنا من الناس يعني. لا اصل انت انا بحب اسماعيليه يا احمد. تمام. واسماعيلي كريزي عارف، مجنون بيه يعني، فاهم؟ يعني انا بتفرج على الماتش، انا بكلم طارق، لسه بكلم طارق يحيى طول عمرك بتوع الكره الحلوه وانت هندسه بقى ورينا شغلك والكلام ده كله. لا خالص كنت بتضم للعيبه يعني. هل انت فعلا اللي ساهمت انه بركات واحمد اسماعيلي واحمد حسن اللي انا ساعدت في بركات وبيبو خالد بيبو احمد النحاس واحمد حسن وغيرهم. حضرتك ساعتها محافظ ولا كنت وزير رياضه؟ كنت وزير النادي الاهلي، كان بيشتمني عشان كده. المجال في الاهلي ده برضه مش ده، شايف انه ده بس انا ما بروحش اتكلم. بس بتعمل لا ما هما برضه لهم حاجه، دي شعاره يعني. خالد بيبو مش حاجه، ما انت عارف مش حاجه مصر يعني. كانت بيلعب في السكه الحديد. السكه الحديد حوار جميل طبعا بين الكابتن احمد شوبير والدكتور عبد المنعم عمارة، واضح فيه ان هو بيكره فريق الكره. بس هو نقطه صغيره، كابتن حسين امام الحكم كان من عيلة الكابتن إمام ويحيى الحرية إمام وحمادة إمام، يعني كان راجل زملكاوي يعني، فأكيد ما كانش هيجامل النادي الأهلي، والحقيقة ما كانش بيجامل نادي الزمالك، وكان حكم فير جدا، لأن احنا قاريين تاريخه وعارفين إن قاد قبل كده كتير مباريات قمة. فمش قصة يا كابتن عبد المنعم عمارة فكرة الحكام والقصة دي. النقطة الأهم يعني عجبني جدا وأنت بتكلم كابتن طارق يحيى، بتقول له إحنا فريق كورة ولاعيبة وأنتوا فن وهندسة. اعتقد الكابتن طارق يحيى نهى الدوري ده بالاقاله قبل المباراه باسبوع بعد الهزيمه من الزمالك 3-0، فالفن والهندسه غلبت فرقه الكره في الاسماعيلي. لكن نروح للمهم، يا فكره اللعيبه يا فارس، اللي الدكتور عبد المنعم عمارة ده قال اسامي كبيره. الدكتور عبد المنعم عمارة واحنا مش بنتكلم في 90 91، عايزين نقول ان هي اسامي كلها لعبت في النادي. ما انت مهما كنت محب لنادي الاسماعيلي في النهايه برضو اللاعب هدفه. لا ده هنا بقى في حاجه، الجمهور الاسماعيلي طبعا حب شخصيه مسؤوله ليك، ده حق طبيعي، ولكن احنا اتكلمنا في حته التدخل، وهو الدكتور عبد المنعم عمارة تحدث فيها بكل بساطه، وهو شخص صريح جدا يعني. وكابتن شوبير للامانه عبقري في فكره ان هو ياخد منك المعلومات ويخليك تحكي براحتك كده، وانت تحس ان انت مستريح. مميز فيها كابتن شوبير، هو كابتن شوبير سابيده. ولكن اللي حابب بقى اقوله، يعني انت كجمهور الاسماعيلي كان في تدخل واضح لضم خالد بيبو وعماد النحاس وبركات واحمد حسن. نفس اللعيبه دول رحلوا الاسباب، سواء هم فضلوا فرق اخرى او النادي الاهلي ضمهم، او هم حبوا يعملوا تاريخ مع النادي الاهلي حتى لو كان الاهلي. القرار اللي اتاخر يا فارس، ما القرار هو اتاخر، هي كل الحكايه هم جم للنادي الاهلي، القرار اتاخر. لا انا بتكلم بقى على رؤيه الجمهور الاسماعيلي نفسه. انت بتتكلم عن مظلوميه، الاهلي ضم اللاعبين، ادي على لسان الشخص اللي ساهم في ضمهم نفسه، هو ما كانش شايف ان في غضاضه ان هم وجههم لك حتى لو بعكس رغبتهم. فده لو النادي الاهلي اللي عمله احتراف، فاللي عمله الدكتور عبد المنعم عمارة حب اكتر منه احتراف بكتير جدا. وعشان نوثق كلام الدكتور عبد المنعم عمارة، نطلع ونسمع الصقر احمد حسن كان رايه ايه في القصه دي. وبعد في نهايه الموسم بدا النادي الاهلي يتفاوض تاني على انتقالي من اسوان. بكام بقى؟
120 ألف جنيه. يا نهار أبيض. خدت وقت جيت للقاهرة مع كابتن عادل القيعي مهندس عادل القيعي وقعدت حوالي 3-4 أيام لأن كانت المفاوضات محتدة جدا جدا وقتها. وكان في قناعة تامة وده شخص برضه أنا بعتز بيه جدا جدا وما زلت على تواصل معاه ومن الناس اللي فرقوا في حياتي جدا طبعا الدكتور عبد المنعم عمارة كان وقتها وزير الشباب والرياضة. وهو تبناني في الوقت ده هو خلاص. وانت في المنتخب الاولمبي لان هو كان جايب كرول بالظبط كده. بالظبط وانا في المنتخب الاولمبي وهو حتى انا رحت وقتها النادي الاسماعيلي كان بتوصيه من الدكتور عبد المنعم عمارة وقتها. دفعوا اكتر 250 الف جنيه. واو. اه طبعا. فحصل طبعا كان في وقتها الامور مش عايزه تمشي خالص والنادي الاسماعيلي وقتها راح وتفاوض مع اسوان وكان الدكتور عبد المنعم وقتها وانا كنت اختفيت تماما يعني حصل نوع من انواع الاختفاء طبعا انت فاهم انا بتكلم في ايه. ده كان بالاتفاق مع النادي الاهلي. ده كان بالاتفاق طبعا. لحد ما جه خلاص كابتن انس اتكلمني قال لي الموضوع خلاص يعني صعب خلاص مفروض. جالي بقى كان وقتها هويت كويل كابتن فاروق السيد ومهندس هاني بويده جم قعدوا معايا وقالوا لي خلاص روح الاسماعيلي واسماعيلي نادي بيس ودكتور عبد المنعم متمسك والنادي الاسماعيلي متمسكين وكده قلت له طيب تمام خلاص كده دوري وكده لاعبين انضموا بس احنا وجمهور الاسماعيلي حبايب ما بندققش وبنعدي لان جمهور النادي الاهلي في كل الاحوال وبكل اللاعبين بطولاته مستمره وبيقدر يعود وبيقدر فعلا يستعيد نفسه مهما كانت الضغوط وما بيفضلش يتكلم عن امور فرعيه الا لو زي ما احنا عملنا على سبيل التوثيق ليس اقصر. بس انا عايز اقول حاجه هنا قالها الكابتن احمد حسن مهمه جدا نربط بيها الحلقه السابقه اللي احنا عملناها عن فكره القوى الشرائيه. الكابتن احمد حسن قال النادي الاهلي عرض 120 ألف جنيه ونادي الإسماعيلي عرض 250 ألف جنيه ده بيؤكد فكرة أن اللاعبين اللي كانوا بينضموا للنادي الأهلي مش فكرة القوى الشرائية وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب وهو بيتعاقد مع كابتن محمد أبو تريك قال له يا ابني احنا ما بندفعش كتير فالفكرة عشان بس نؤكد عليها باعترافات لاعبين ونماذج عشان بس الناس اللي بتربط معنا الحلقات باعترافاتهم الحلقات السابقة لكن الحقيقة في نقطة هنا أهم وهنا طبعا عم حارس في إعلان شهير قال لك الأهلي لو وقع له ألف قومة بيبقى شيء صعب جدا أن تكون متصدر الدوري لغاية آخر 6 أسابيع. المنافسة كانت فيها المحلة والزمالك ثم بعد المحلة بقى رابع وبقى فيه الزمالك والإسماعيلي لكن في النهاية أنت كنت متصدر الدوري وخسرته بمباراة فاصلة وبالأحداث دي وبالطريقة دي في الظروف دي فبالتالي المفروض الطبيعي لأي نادي أنه يدخل في حالة نفسية صعبة جدا خاصة لو كان نادي معتاد على فكرة تحقيق البطولة لكن الحقيقة النادي الأهلي بيحب دايما لما يكون في وقع يقوم قومة على فريق كبير برضه بعد أسبوع بالظبط مباراة الأهلي والإسماعيلي كانت 31/7 في 6/8 كانت مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر وفاق النادي الاهلي كالعاده في مباريات الزمالك بص بقى كابتن بهدفين للكابتن محمد رمضان هداف الدوري بالمناسبه الموسم ده 14 هدف كان بيسجل من كل حته في الملعب وبكل طريقه بيمينه وبشماله وطبعا كان هيدرز جامد في هدف تاني غير رقص فيه حسين كابتن حسين السيد كابتن حسين السيد اعتقد ما هوش قادر ينسى الترقيصه دي لا ده بص عايز اقول لك برافو عمارة متابع معانا بالاهداف ولكن كابتن حسين السيد مع كابتن محمد رمضان شال اهداف كتيره جدا مش بس الاثنين دول ده في واحد كمان الهدف الثاني يا عمار الهدف اللي فيه الترقيصه في واحد كمان برأسه من على نقطه الجزاء انا فاكره جدا في الموسم اللي بعد ده واحده واحده بقى أيوة. كده عمار عند الترقيصه الله يخليك ايوه كمل كابتن حسين السيد كان بيقول حمام سباحه كان بيقول في الوقت ده هو افضل من كابتن احمد شوبير الحقيقه يعني بتبان في التصريحات يا احمد اللقطات اللي زي دي بعد كده طبعا طبعا بتبان تاثيرها في التصريحات طبعا وعندك في لقطات تانية كتير في المباراه ديت يعني واضحه جدا بس خلينا الاول نعدي الكاس وهنجيب لك لقطه في المباراه دي هتوضح ازمه نجم كبير من نجوم نادي الزمالك مع النادي الاهلي طبعا دي كانت مباراه الدور قبل النهائي وانت خد بالك خسران دوري وبعدها باسبوع بالظبط بتلعب المباراة زي دي عارف ليه يا احمد بتفوز عشان ما وقفناش عند فكرة ضياع الدوري ولا دورنا على مؤامرة شوف بعد كام سنة احنا بنتكلم فيها هنا فارس ومش كده وبس احنا في موسم 91-92 انا يهمني جدا فكرة انك تفوق على ماتش كبير موسم 91-92 انت كنت ناهي الدوري في المركز الرابع
وجاء نادي الزمالك بيقابلك في نهائي الكاس والزمالك كان بطل الدوري وبرضه فوقنا على نادي الزمالك وقدرنا نحقق بطوله الكاس وبعد كده قدرنا ناخد ابطال الكؤوس. فدايما انت لما بتقع بتدور النادي الاهلي تحديدا بالظبط لما بيقع بيدور على فريق كبير واعتقد نادي الزمالك ثاني اكبر فريق في مصر فبالتالي الفوقه بتبقى كويسه عليه. صعدنا ولعبنا اسوان في نهائي الكاس في النهائي وعلى فكره كان موسم 90-91 اول مره اسوان يصعد في تاريخه للدوري الممتاز وتخيل بيوصل النهائي. مشواره كان فيه المحله بس اللي هي يعني فيها صعوبه ولكن في النهائي انجاز كبير جدا ان هو يوصل للنهائي وفاز النادي الاهلي 1-0 بهدف برضه كابتن محمد رمضان في الدقيقه السادسه في الدقيقه السادسه. وعلى فكره احمد دي كانت اخر مباراه لكابتن ثابت البطل اخر مباراه رسميه وبيخرج برضه من الباب الكبير كانه ما ينفعش يخرج بعد ضياع الدوري في المباراه. لكن له لقطه شهيره جدا ستظل في الذاكره وهي لقطته راس في راس مع الكابتن اسماعيل يوسف كانت في المباراه دي. ما هي والمباراه دي مباراه لا في مباراه الزمالك في مباراه الزمالك كابتن محمد رمضان وهدف مميز جدا. طبعا كابتن محمد رمضان زي ما انت قلت الموسم ده كان بتاعه ومحقق 90 هدف في الدوري. هو بعد ما نادي ال100 وبدا الناس تتكلم عن نادي ال100 قال كنت قعدت سنه كمان جبت ال10 اهداف دول كان قادر فعلا بسهولة جدا. وطبعا له في المباراه الفاصله الشهيره هاتريك 4-3 برده مع الاسماعيلي اللي اتلعبت في الاتحاد وبرده في اسكندريه وكان لها ظروف ان النادي الاسماعيلي فاز على الاتحاد السكندري بخماسيه والنادي الاهلي كان عنده مراوغ في بورسعيد مع النادي المصري وكانت يوفط ممنوع تاخده الدوري وتعادلنا 0-0 وفي النهايه النادي الاهلي قدر يحسم في مباراه فاصله. لكن بما ان كان فارس بيتكلم عن بعض اللقطات اللي بتكون في تاريخ اللاعبين احنا عندنا لقطه مميزه جدا في مباراه نصف النهائي وقفت المباراه ربع ساعه بتوضح مدى شعور الكابتن جمال عبد الحميد تجاه النادي الاهلي. نشوف اللقطه ونرجع. طبق كامل للتحكيم هدف هدف الدراسه هي كرة القدم هي الهجوم. العالم كله دلوقتي بيهتم بالهجوم في عالم كرة القدم فالدراسة هتقف على أساس كرة القدم هي الهجوم. أنا شغال مستر فايتسا هيحاضر في هذا في هذه الدورة عن للمدربين كيفية تدريب وانتقاء اللاعب الدولي وتدريبه وتجهيزه للفريق القومي. يعني دورة طيبة جدا ونتمنى للجنة المدربين واتحاد الكرة كل التوفيق. الصورة أمام حضراتكم ولا تحتاج إلى تعليق وكل ما نتمناه في معاناة. يعني الفيديو واضح ان الكابتن جمال عبد الحميد في معاناة. طبعا كان الاعتراض من جانب الكابتن اسماعيل يوسف مع الكابتن ثابت البطل الصورة اللي احنا لسه اتكلمنا عنها وجماهير الزمالك بدأت زي ما حضراتكم شايفين تلقي طوب. كابتن جمال عبد الحميد ما كانش مشارك في مباراة ولكن هو مغلوب 2-0 ومغلوب من النادي الاهلي وهيطلع من الموسم مفيش دوري مفيش كاس. النادي الاهلي بيلعب مباراة فاصلة مع الاسماعيلي ثم بيخرج من كأس مصر والمباراة في 91 والكابتن جمال عبد الحميد بيعتز جدا بفكرة كأس العالم ومشاركته في كأس العالم. فأعتقد المشاهد المؤثرة دي هي مشاهد راجعة ربما تصريحات الأيام دي تتضح من بعض المشاهد اللي زي ده. فارس بالظبط يا أحمد أنت ممكن تعرف بسهولة جدا ليه كابتن جمال عبد الحميد ما كملش. حاجة كمان المباراة دي السلوك فيها ده صعب جدا لأن الجمهور كان مشحون من الطرفين كان في رمي طوب كان في خطورة على حياة اللاعبين وتخيل في نفس الوقت ده لاعب بياخد تصرف ده وبيعمل ده وبيروح للجمهور بيحاول يتسبب في كارثة كانت ممكن تحصل اليوم ده. وكانت كل الانتقادات في اليوم التالي الكابتن جمال عبد الحميد اللي أعتقد فضلت مشكلته هي عقليته الاحترافية واللي اعتقد اللي بيكون عنده المشكلة دي صعب جدا 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 كان يكمل في النادي الاهلي احمد حتى مهما كانت امكانياته. بالتأكيد
كل اون سبوت في الفتره الاخيره بنجيب لكم بعض احداث التاريخ وبعض التسعينيات، واعتقد الحاله دي وضحنا فيها حاجات كتيره جدا، من شراء اللاعبين القوى الشرائيه النادي الاهلي اقل، من التحكيم الاخطاء التحكيميه في مباراه فاصله، من كمان تدخلات وتوجيه اللاعبين بتروح ازاي. في النهايه يا رب تكون الفقره دي عجبتكم. نطلع فاصل وانتظرونا بقى في فتره دسمه جدا. هكذا هو الاهلي في عيون العرب، وهنشوف ازاي الاهلي في عيون بعض المصريين. اتكلمنا معاكم المره اللي فاتت في التناول الاعلامي لفكره رحيل او بقاء اللاعبين او علاقه الاهلي بلاعبيه، وقلنا في النهايه ده اداء اعلامي كان عندنا بعض النقد، ولكن المره دي الوضع مختلف جدا. ناس من داخل نادي الزمالك بيكون لهم راي سلبي، بيحاول يغير كتير جدا من الحقائق في علاقات النادي الاهلي بلاعبيه. بس احنا النهارده حابين نقول لك لو بتشوف بعين واحده، احنا هنحاول نطرح عليك الصوره كامله. احنا مش في مجال خلال الفقره دي ابدا ان احنا نقيم علاقه الزمالك بلاعبيه، مين صح مين غلط، مش هنصدر احكام، ولكن بنخلي اللي شاف النادي الاهلي بعين واحده يشوف الصوره كامله وساعتها يحاول يحكم. يعني مش كده وبس يا فارس، احنا كمان يعني اذا كان بعض اللاعبين من نادي الزمالك او من انديه ومنافسه بتتكلم بشكل ما عن نهايه بعض لاعبي النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي، النهايه الغير مثاليه من وجهه نظرهم والنهايه الصعبه وما شابه، احنا كمان هنستعين بلاعبي نادي الزمالك اللي كانوا بيتمنوا امنيات ان هم ينتهوا النهايات اللي هم شايفينها غير مثاليه. فدايما في البعض والبعض الاخر حتى بنفس قبيله الانتماء بيكون الاراء مختلفه، واحنا هنا عندنا دايما التناول بلا تطور، والاهم كمان بنركز على تناول الاراء اللي بتجيلنا من المعسكرات الاخرى. مهمه جدا يا احمد، وهذه الفقره لا ينصح بها لاصحاب القلوب الضعيفه، لان معانا فقره مهمه جدا. هنشوف كابتن ايمن عبد العزيز قال ايه عشان نرجع نبني الفقره كلها وتعرفوا معانا الدنيا هتمشي ازاي. كابتن ايمن عبد العزيز خرج بتصريح عن علاقه لاعبي الاهلي بنادي الاهلي، وقال: قال مدرب الزمالك السابق: الاهلي لا يحافظ على ابنائه، دائما ما يطالب نجومه بالرحيل بعد وصولهم لسن معين، ولا يقوم بتعيينهم في مناصب اداريه او فنيه لائقه. واكمل: الدليل على ما اقوله هو حسام غالي، محمد ابو تريكه، عماد متعب، ومحمد بركات، واعتقد ان احمد فتحي رحل لهذا السبب. ده كان كلام كابتن ايمن عبد العزيز اللي ما سابش موجود او سابق. وخطوره الكلام ده احمد قبل ما نتكلم في الفقره ان هو محاوله للتاثير على اللاعبين الموجودين داخل الاهلي وضرب علاقتهم بالنادي، او محاوله للتاثير على اللاعبين خارج النادي الاهلي في حاله التفاوض معاهم. هم ببساطه بيقول لك بص الاهلي بيعمل ايه، وعشان يجتزئ ويقتطع كل ما حصل من النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي خرج منه لاعبين في مراكز كتيره جدا وفي مناصب كتيره جدا وصلت الى وزراء، هنشوف النادي الاهلي علاقته بلاعبيه ايه والانديه الاخرى علاقتها بلاعبيها ايه. احنا قلنا هنتناول نجوم اتكلمت على النهايات دي، ولكن الكابتن ايمن عبد العزيز ذكر من ضمن الامثله نهايه كابتن حسام غالي، اللي انا الحقيقه انا مش شايف هي ازاي غير مثاليه بالنسبه للكابتن ايمن عبد العزيز، وان ازاي ما لهمش مكان بعد الاعتزال. طبعا كلنا عارفين ان الكابتن حسام غالي اعتزل من هنا واتعين من هنا في منصب داخل النادي الاهلي، يمكن ما كملش ولكن مؤكد له عوده. لكن المهم نهايه كابتن حسام غالي دي كان اكيد بيتمناها الكابتن عبد الواحد السيد. يمكن ده بقى الفرق بين اللي حصل مع حسام لما جه بطل في الاهلي. ايه اللي حصل؟ كرم يعني، سالوه كرموه، ما حصلش يعني. كان المفروض يدار حتى في وجود كمان واحد زي احمد حسام ميدو فاهم في الكوره كويس ودماغه كبيره وعالمي، والمفروض يعني ان هو احترف. فكان المفروض بشكل احسن من كده شويه يعني، ان انا امشي بطريقه بس ما اعرفش ان انا ماشي مش ماشي، اللي عايزين مش عايزين. لما انت تقعد معاك. معاك؟ لا جت بقى بعد ما قال لك ان احنا مشينا بداوا يقعدوا معاك، انت هتيجي ك مش عارف مش مدير كوره مدير شؤون لاعبين. بس القصه ما كانتش كده، انت كان ممكن تبقى تدار باحسن من كده. بس هي كان الغرض منه انه تخلص من عبد الواحد وخلاص، وكان عندي استعداد كمان ان انا اكمل السنه دي ما اخدش منه فلوس، لان انا كنت بقى اريد اربع سنين ما اخدش. عرضت ده؟ انا كلمت كابتن احمد سليمان في ده، قلت له انا ممكن اكمل السنه دي من غير فلوس في التليفون.
الكابتن عبد الواحد السيد تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك. الكابتن عبد الواحد السيد سنوات طويله جدا قضاها الحارس الاول في نادي الزمالك، ومع ذلك برغم انه كان يتمنى بقاء سنه بدون مقابل الموضوع كان صعب. وبالمناسبه لا احد ممكن يشكك في زملكاويه الكابتن عبد الواحد السيد للدرجه اللي خلته بعد ما انتقل للمقصه رفض يلعب مع المقصه امام الزمالك. فده يا كابتن ايمن احد كباتن نادي الزمالك اللي كان بيتمنى ان مجلس اداره الزمالك او حتى المدير الفني في نادي الزمالك يتعامل معاه على سبيل او بما شابه التكريم اللي تم مع الكابتن حسام غالي. على فكره احمد، كابتن عبد الواحد السيد ليه فيديو شهير كان بيبكي فيه وقال انا واثق ان في يوم نهايتي مع نادي الزمالك هتكون نفس نهايه كابتن حازم امام، انا خايف من اللحظه اللي يتقال لي فيها كفايه وامشي من النادي بالشكل ده. بس كمان كان كابتن بركات من النادي، كان كابتن بركات من الشخصيات او اللاعبين اللي تناولهم كابتن ايمن عبد العزيز وقال برضو ان هم النادي الاهلي لم يوظفهم. وعلى فكره بس حته يوظفهم دي لعيبه كبيره، اكيد مش كل الناس هتشتغل في النادي الاهلي، واكيد برضو النادي الاهلي لما بيلاقي فرصه، شفنا حسام عاشور برضو، شفنا حاجات كتيره هنتوالى ونعرضها، ولكن كابتن بركات نفسه قال ايه عن الموضوع ده. نروح ونسمع الفيديو. ليه قررت انك ترجع تاني؟ ليه قررت انه مدير الكرة وليه وافقت عليه؟ لان انا عارف ان اتعرض عليك حاجات تانية تبقى في ادارات تانية زي النادي الاهلي، ليه دلوقتي وافقت على انك تكون مدير الكرة في المنتخب؟ لا لا لا، الموضوع بص، انا ما اتعرض عليا في النادي الاهلي، انا اتعرض بالظبط عليا في النادي الاهلي يعني مرتين. اول مرة كان مع المهندس محمود طاهر كويس لما كان هو رئيس النادي، رئيس النادي بعت لي الكابتن علاء عبد الصادق، والكابتن علاء عبد الصادق قال لي احنا محتاجينك في لجنه التسويق، وان انت يهمنا ان انت تبقى موجود معانا وان انت خبره، وعرض عليا العرض بكل شياكه. بس انا لو تفتكر الفتره ديت انا كنت الفتره اللي احنا كنا قاعدين وشغالين فيها، فكان من الصعب ان انا أقبل. وانت كنت حابب التجربه الاعلاميه وحابب تكمل فيها؟ كنت حابب ان انا ابقى موجود في الحته ديت. دي كانت أول مرة، فطبعا اعتذرت بكل أدب. المرة الثانية كان كابتن محمود الخطيب، بس هو كان ساعتها يعني عرض عليا إن أنا أبقى موجود يعني في قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي. دي كانت آخر حاجة في إن أنا أبقى موجود في قناة النادي الأهلي. بس يعني إيه، ساعتها أنا كنت يعني أفضل إن أنا أبقى موجود في يعني في قناة محايدة. محايدة. عايز تبقى في محايدة. أنا فضلت كده يعني. عرضنا في الفيديو اللي فات مع اسامه كابتن حسام غالي اللي كابتن عبد الواحد كان بيتمنى ينهي او النادي يتعامل معاه بنفس الطريقه. هنا كابتن بركات هو اللي بيتكلم بشكل صريح جدا انه هو النادي الاهلي عرض عليه اكتر من مره، ولكن هو كان شايف انه محتاج يتحرك في الكارير بتاعه بشكل مختلف. هو ده النادي الاهلي واكيد اللي بيحاول يستفيد من كل الكوادر اللي بيجهزها يا اسامه. احنا اكيد هنستعرض باقي النماذج على لسان لاعبين اخرين، ولكن ماذا عن نهايه الكابتن ايمن عبد العزيز نفسه مع نادي الزمالك عشان يتكلم عن نهايه نجوم النادي الاهلي مع النادي الاهلي؟ كابتن ايمن عبد العزيز عائد من الاحتراف لنادي الزمالك في عهد الاستاذ ممدوح عباس، وتم انشاء تعاقد بينه وبين نادي الزمالك. في التعاقد ده استلم الكابتن ايمن عبد العزيز 3 مليون جنيه مقابل عرض او اعلانات زي ما بيقولوا كده، وده برضو بناكد على فكره القوه الشرائيه والحاجات اللي بتبقى بره العقد الرسمي. كان في 3 مليون جنيه استلمهم الكابتن ايمن عبد العزيز من رئيس نادي الزمالك وقتها انه يعمل اعلانات. قعد الفتره اللي قعدها في نادي الزمالك مفيش اعلان للكابتن ايمن عبد العزيز، فجاء مجلس اخر قدم شكوى في الكابتن ايمن عبد العزيز لما عرفوا ان هو بيتفاوض مع نادي مصر المقصه. بعتوا الشكوى للاتحاد المصري لكره القدم بيطالبوا فيه عدم قيد ايمن عبد العزيز، استند عليه 3 مليون اعلانات واحنا ما خدناش الفلوس دي، وهو ما عملش اعلانات فبالتالي المفروض يرجع الفلوس دي. المفاجاه ان كان في شكوى من الكابتن ايمن عبد العزيز ضد نادي الزمالك في اتحاد الكره عشان كان ليه 186 الف مستحقات متاخره. الزمالك ما سكتش على اتحاد الكره، ده قرر يرفع للنائب العام. ممكن يا عماره تعرض لنا صوره الخبر اللي هو شكوى نادي الزمالك لايمن عبد العزيز لدى النائب العام. مجلس الاداره يبحث تقديم بلاغ للنائب العام ضد ايمن عبد العزيز. ده كان جزء من نهايه الكابتن ايمن عبد العزيز مع نادي الزمالك، شكوى في اتحاد الكره
و3 مليون جنيه الكابتن ايمن عبد العزيز واخدهم للاعلانات ما عملش اعلانات، والاهم كمان اشتكى نادي الزمالك ب 186,000 جنيه، لكن اعتقد كان في كلام كتير تاني لسه في النهايه. ده كلام لكابتن ايمن عبد العزيز نفسه، اللي نطلع نشوفه هو قال ايه ونرجع نعقد. انت شايف انا ما اعرفش، انا ما اتكلمتش معاهم. هل مثلا حد في مجلس اداره كان سبب في اللي بيحصل؟ بص يا استاذ محمد، انا اقول لك، انا والله العظيم وقلت قبل كده الكلام دوت، انا يعني هم يطلعوا يقولوا ان انا ما اعرفش، وما اقدرش اروح لحد اقول له ايه اللي حصل، ان ده بيقول لك روح لده وده بيقول لك روح ده، زي ما كنت بكلمك كابتن حسام يقول لي ده مجلس الاداره عندهم مشكله، مجلس الاداره لما تيجي تسالهم يقول لك لا ده الكابتن حسام هو اللي قال لا، فانا مش صغير عشان اروح اسال، بس يعني انا لحد دلوقتي انا مش لاقي تفسير السبب، ان انا مش ومحدش طلع ولا سمعت ولا عدى من قدامك ولا في طفل جه قال لك ولا حلمت. انا هقول لحضرتك على حاجه، ده بقى اللي الناس بتقول ان المفروض ايمن ده كابتن النادي وتربى في النادي وساب 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 وجه عشان يقف جنب النادي الزمالك، المفروض الناس تطلع تقول يا جماعه احنا مشينا ايمن عشان 1 2 3، لكن هو محدش فيهم قادر يطلع يقول عشان اصل ما فيش سبب. شايف ان الزمالك تعامل معاك بطريقه مهينه كايمن عبد العزيز؟ اه طبعا اكيد، يعني ما هم ما ادونيش حق المفروض ان انا كنت اخده، يعني ان انا فالمفروض يبقى التعامل اشك، لان انت برضه انت كابتن النادي، يعني انت محسوب على النادي، انت خلاص بقيت في دلوقتي كل الكباتن اللي جم من النادي انت دلوقتي محطوط في نفس السي في او نفس الحته ان انت كابتن النادي، فالمفروض كان الاحسن ان هم يجوا يقولوا ايمن دلوقتي الوضع كذا كذا كذا، انت قابل او مش قابل، لكن احنا ما لناش خرفان، يعني احنا نادي الزمالك مش خير في حد، ملوش خير في ولاده، يعني يعني انا بقول دايما ايه لما تعمل، يعني شايف ان في النادي مش بتاعنا يعني تزور النادي؟ لا لا خالص ما بروحش. تخش خالص؟ لا خالص مش هخشه تاني اساسي. اه اه يعني مش دلوقتي، ممكن لما يعني خلاص بقى لما نقفل. طب انت كنت هتوافق لو قعدوا معاك مثلا؟ اه طبعا نخفض عقلك. اه طبعا يعني، وانا قلت للكابتن حسام لما جيت لما فسخت عقلي مع ديار بكير قلت له ان انا يعني على مانع اخفض ما عنديش مانع، قلت له يعني الناس بتبقى يعني قمه الاحترام بيقعدوا معاك وبيكلموك ولو انت هتمشي بتبقى عارف قبلها بفتره كبيره، عشان بتبقى مرتب امورك وبتاع. وشوف انا برضو سبب من اسباب ان انا ما لحقتش، انا كنت عايز العب في مصر، يعني بعد ما سبت نادي الزمالك كنت مرجح ان انا عايز العب في مصر عشان الناس تشوف. طب ليه ما رحت؟ انا كل الناس كانت بتكلمني قبل ما امشي، يعني قبل ما اروح قبل ما تبدا فتره. بس ايمن عبد العزيز لما يقول يا جماعه ده انا سبت الزمالك والحقوا بسرعه ايدوني قايمه ثانيه، ما فيش الحقوا بسرعه يا كابتن، ما خلاص كل الناس جابت 25 لعيب، في ناس كتير، يعني في ناس كتير عندها زياده في القوائم وبتمشيها، انت رجعت يعني برضه فتره. انت خدت بومبا؟ طبعا، يعني كل الناس جابت لعيبه خلاص، يعني كل الناس جابوا في كل فرقه تلاقي 3-4 ديفندرات، والناس ايدت في 25 ولا بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. في مين بقى؟ في اي حد ظلمني يعني، بس حسبي الله ونعم الوكيل اقوى. اه لا في اللي ظلمني يعني، يعني في اي حد ظلمني او هو حس انك اتظلمت جامد. اه طبعا طبعا. نادي الزمالك محدش بلغني، نادي الزمالك ملوش خير في ولاده، حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ ليه كده يا كابتن ايمن؟ ايه اللي وداك السكه دي بس؟ يعني خلتنا نطلع في فيديوهات ونعمل، كنت ابعد، خليك في نادي الزمالك ونادي الاهلي. قبل كده برضو في الازمه دي مع الدكتور خالد توحيد ربنا يرحمه اتكلمت ان الاهلي فوق الجميع وازاي النادي الاهلي بيتعامل مع ابنائه، ولا هو الموضوع انا جوه ولا انا بره، ولما بره بقول كلام ولما جوه بقول كلام. اعتقد يا كابتن ايمن حطيت نفسك في موقف وحش جدا. هو زي ما انت بتقول، انا جوه بقول كلام بره بقول كلام، بس ما كانش الكابتن ايمن عبد العزيز بس اللي اتكلم عن فكره كابتن حسام عاشور وحسام غالي وعماد متعب، ايضا كان في احد النجوم طبعا الكابتن رضا عبد العال، اللي طبعا زي ما فارس بيقول مش هيفوت حاجه زي دي، فكان له برضه فيديو وفيديو بيرسخ فكره اللعب على الصوره الذهنيه للاعبين الموجودين على الساحه. شوفوا النادي الاهلي بينهي مع لاعبيه ازاي، اوعى تروح للنادي الاهلي لما تكون روح لنادي تاني عشان تنهي بشكل كويس. الغريب ان الكابتن رضا نفسه، خلينا نشوف بس الاول فيديو الكابتن رضا ونرجع نعقب. بعد اللي حصل لحسام عاشور وحسام غالي وانا لسه مصر وعماد متعب، لازم يفكر اي حد هيجدد في النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيفكر 1000000%، انما وليد سليمان عشان ان هو فعلا بيفنش واخر مده له فراضي 11. وضوح، اي لاعب هيجدد في الفتره الجايه لازم ياخد باله، خدوا بالكم العبره، اي لاعب هيتفاوض مع النادي الاهلي لازم ياخد باله، هو ده اللعب، هو ده الضغط، هو ده الشغل اللي بيحصل على فكره
نهايات اللاعبين، والناس بتنسى تماما ان الكرة احترافية وان في عمر افتراضي للاعب، وفي النهاية اللاعب بينتهي بشكل ما مكرم داخل النادي الاهلي، ولكن برضو انت بتشوف سلبيات معينة، انت هتستبعد خالص فكرة التكريم اللي بيحصل للاعبين، انت هتركز على سلبيات معينة. طبعا استعرضنا ان الكابتن عبد الواحد السيد اتكلم عن حسام غالي، لكن اعتقد عندنا كلام كتير في الرد على الكابتن رضا عبد العال فارس. اكيد احمد، ما هو انت مش هتتساب تنخور في الحته دي، واحنا مش هنسيب الصوره الذهنيه فعلا تتحول عن النادي الاهلي وهنرجع نقول اصل اللاعبين دول بس كويسين، لا احنا كمان هنجيب لك علاقتك بغض النظر عن تقييمنا ليها، بس هنقول لك شوف الصوره كامله. نسمع بقى او نشوف الفيديو ده لكابتن حسام غالي في المؤتمر الخاص بيه كان بيقول ايه. سبب رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا فيه دلوقتي، في اللي انا وصلت له، العلاقه بيني وبين جمهور النادي الاهلي علاقه ما تتوصفش، دي من اهم حاجه وصلت لها برده في تاريخي، او اهم انجازات اتحققت لي في مشواري الكروي سواء هنا في مصر او بره مصر. الحقيقه عايز اشكر النادي الاهلي تاني على حاجات، يعني حاجتين بالاخص. اول حاجه اداني الفرصه ان انا انهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، ودي كانت امنيه من امنيات حياتي يعني، فبشكره. بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على اعطائي هذه الفرصه يعني اللي انا اختم حياتي هنا. تاني حاجه اقامه مباراه اعتزال اللي انا ابقى قادر اودع جمهور النادي الاهلي من خلالها ان شاء الله تقام في الامارات. وانا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي، طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل. كابتن الخطيب هو الجهاز الطبي بيستلموا ميدالياتهم. الحمد لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب بعد العملية الجراحية اللي كان أجراها في ألمانيا، وبإذن الله تعالى يعني يعود أفضل مما كان بكل الصحة. مين اتعمل له في آخر 10 سنين أو أكتر وداع لائق بالشكل ده؟ هو ده كابتن حسام غالي يا كابتن رضا، هو ده كابتن حسام غالي يا كابتن أيمن، هي دي الصورة اللي اللاعبين بيخرج بيهم من النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي انتوا بتحاولوا تخلونا ننساه ومش هننساه، وهنفكر الناس بيه ومش هتضحكوا على حد، والناس مش هتصدق وهتتكلموا تاني، هنرد تاني وتالت ورابع. هو ده حسام غالي، وهو ده النادي الأهلي، وهو ده الوداع اللي يليق بالنادي الأهلي، والاجتزاء مش هتقدروا تعملوه، وهو ده الخروج من الباب الكبير. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا فارس، يعني شفت حتى المعلق وهو بيعلق على تسليم الميداليات قال ايه؟ الكابتن محمود الخطيب بعد العمليه الجراحيه، رئيس النادي الاهلي، اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيطلع من عمليه جراحيه، كان ممكن يقول انا تعبان مش هقدر، لا بيحضر حفل التكريم عشان يسلم الكابتن حسام غالي ميداليه التكريم، ويكون في المشهد الختامي لأهم مشهد للاعب كرة قدم بينها حياته. وده اللي ترد تاني في فترة الانتخابات. الكابتن حسام غالي كان مسافر خارج مصر، نزل مخصوص وقت الانتخابات عشان يدعم الكابتن محمود الخطيب. لو حسام غالي يا جماعة أصلا نهى حياته بشكل مش سليم أو بشكل أحزن حسام غالي، المشاهد دي مش هتشوفوها. خلتني أتكلم في حتة على فكرة بقى، هو ده اللي كابتن محمود الخطيب الرمز والقيمة نفسه يشوف كابتن حسام عاشور فيه بالظبط. لكن ده المهم جدا، عمليه جراحيه وبيجي الكابتن محمود خطيب كتقدير للاعب، واللاعب بعد خلاص ما اعتزل كوره لو هو جواه اي مشكله من فكره نهايته كلاعب كره قدم ما كانش هيكلف نفسه وينزل ويدعم بمنتهى القوه الكابتن محمود الخطيب الرمز واسطوره النادي الاهلي. الكابتن عبد الواحد السيد قلنا كان بيتمنى ان هو يتكرم تكريم الكابتن حسام غالي. يا كابتن رضا اتكلمت ايضا عن الكابتن عماد متعب، ففي كابتن اخر من نادي الزمالك كان بيتمنى ان هو يتكرم تكريم الكابتن عماد متعب. نطلع نشوف فيديو الكابتن عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك.
كانت مسؤوليه عليا باستمرار. انا كنت واقف على حيلي بلغه الكوره. وكستان لاخر لحظه عايز اجدد. كانت ليا رغبه ان انا اعمل سنه واعلن، انا اعلن في وسط الموسم، وكان في حوار ضارب بيني وبين حد في الـ في الـ في الاداره على ما اعتقد. كانت رغبه ليا، ما كنتش محتاج من حد حاجه، ومش لا ماديات، وكنت ممكن العب السنه ببلاش. لعيب الكوره لما بيكبر في لعيب بيعتزل بمزاجه، وفي لعيب بيعتزل غصب عنه. عبد الحليم علي ايهما؟ غصب عنه. زي عماد متعب؟ لا، غصب عني. انا كنت عايز العب سنه، يعني انا هم فاجئوني ان انا ما كنتش مهيئ. انت بره؟ انا ما كنتش مهيئ. يعني انا ما لازم انت بتلعب عمر شغلك في اي حته وعايز مدي اخوانك، مش مهيئ. انا ببطل كوره، بعتزل. حقي الطبيعي ان انا اعتزل، حتى وجمهوري بيكرمني. وانا ببطل كوره، بعتزل بعد عمر كبير في انك بتلعب كوره. بتني كان ردهم عليك ايه؟ ايه؟ كان ردهم عليك ايه؟ لا، هم واخدين قرار. قرار؟ ها؟ مفيش ولا تكريم ولا مفيش، ما تكرمناش. احد رموز لنادي الزمالك كابتن عبد الحليم علي، هداف تاريخي لنادي الزمالك، بيتمنى يلعب سنه ببلاش زي بالظبط الكابتن عبد الواحد السيد. جميل جدا من الاسئله الجميله للاستاذ مهيب، قال له زي عماد متعب؟ قال له لا مش زي عماد متعب، ده الكابتن عبد الحليم علي اللي عارف يعني ايه نهايه وتكريم. كان يتمنى يكون زي الكابتن عماد متعب اللي كان اتجدد له سنه بدون نسبه مشاركه وبدون ضرائب وبدون حاجات كتير جدا كنوع من انواع التكريم. لكن في النهايه احنا بنجيب لكم لاعبين انهوا حياتهم في نادي الزمالك بطريقه كانوا يتمنوا انها تكون على طريقه نهايه اللاعبين الكبار مع النادي الاهلي. كابتن رضا، ما تخليش الامور الشخصيه تتدخل في فكره القرارات او الاراء. احمد، كابتن عبد الحليم علي رمز زملكاوي، وعلى فكره هو احيانا في الفتره المؤخره يعني شفته في بعض اللقاءات بيتم زقه في اتجاه ردود معينه، ولكن للامانه بحييه على ان هو ما بيروحش للسكه دي اطلاقا. بالعكس، اللي داء الظلم كابتن عبد الحليم علي تعرض لفتره حتى فيها هجوم عليه وطعن في توجهات خاصه معينه كانت ممكن تعرضه لمشاكل كبيره جدا، ودلوقتي كل الامور بتتغير. كابتن عبد الحليم علي ملوش ذنب، هو اللي تهاجم وهو دلوقتي اللي خد فرصته. في النهايه ما نقدرش نلومه، ولكن بنلوم ناس تانية خالص هي اللي موقفها نقدر نوجه لها الكلام ده. ولكن كابتن عماد متعب اللي اتكلم عنه كابتن عبد الحليم علي بشكل كبير وكان شايف الامور بشكل موضوعي، على الجانب الاخر كابتن رضا عبد العال بيتناسى. هنشوف كابتن عماد متعب بيقول ايه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتي، والنادي الاهلي انا اتربيت فيه وعشت فيه، النادي الاهلي ليه فضل عليا من راسي لرجلي، النادي الاهلي هو سبب في ان انا موجود معاكم، موجود دلوقتي وبتكلم في التليفون دلوقتي، والعيشه اللي انا عايشها بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو ليه فضل الكبير عليا، يمكن من حب الجمهور النادي الاهلي، حب في النادي الاهلي، يمكن انا اعتزلت وما رضيتش العب كره تاني. انا بيتي النادي الاهلي، واكتر حاجه بحبها في حياتي بعد اسرتي هو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وهفضل احترم اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. ولو اتكلمت في يوم من الايام على يوم ان انا كنت بلعب ولا ما بلعبش، ده ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص، ده ليه علاقه بشخص واحد مش بالنادي الاهلي. ولا تفكيري جه ان انا اقول ربع كلمه على النادي الاهلي، او ان انا اتكلم على اداره النادي الاهلي، او اتكلم عن النادي الاهلي. ما ينفعش ولا اقدر ولا ينفع اتكلم عن النادي الاهلي لان ده بيتي، في حد هيتكلم عن بيته؟ على فكره لما رحت التعاون السعودي النادي الاهلي هو اللي جاب لي العرض على فكره ان انا اخرج من النادي الاهلي. كابتن عماد متعب، هو ده الكلام اللي انا بحب اسمعه منه. كابتن عماد متعب ليه مكانه كبيره جدا عندنا، وعشان كده احيانا لما الكلام بيفسر بشكل مختلف ده اللي بيزعلنا. وهنا كابتن عماد متعب هو اللي بيرد، وكان رد مهم جدا ان هو يتقال في الوقت ده، لان احنا شفنا نفسنا ناس زي كابتن رضا استغلوا الكلام. كابتن عماد متعب من اكتر اللاعبين اللي النادي الاهلي كان طول الوقت باك اب ليهم. لو شفنا نادي الاهلي وهو بيسيب الفرصه لعماد متعب يروح الاتحاد السعودي، كان العرض بمليون و800 الف دولار، نادي الاهلي خد منهم 600 الف دولار بس وساب الباقي للاعب. نادي التعاون كابتن عماد متعب حكى الواقعه، وبرده ده هنا نادي الاتحاد السعودي، اتحاد جده طبعا. عايزين نروح للخبر اللي بعده. النادي الاهلي المصري يعير عماد متعب التعاون رسميا. النادي الاهلي ما خدش اي قيمه للانتقال
كنوع من التكريم برضه للاعب. هو ده حتى نستاندر دولياج لما حب يخوض تجربه احتراف عماد متعب راح وسافر وما حبش يكمل فيها لاسباب تخصه هناك، رجع تاني النادي الاهلي فتح له الباب وضم عماد متعب وقدره وما حصلش اي مشكله. يا جماعه والله العظيم النادي الاهلي بيحافظ على اي حد، وطول ما اي لاعب عايز يحافظ على النادي الاهلي النادي الاهلي هيحافظ عليه اكتر. وعشان كده ناخد بالنا لان في ناس متربصين بينا، في اعلام بياخد اي كلمه عشان خاطر يزعل الجمهور، والجمهور بيبقى ليه عشم على اللاعبين اللي زي عماد متعب. عشان كده يا كابتن رضا لو حضرتك بتعتمد ان الناس مش هيبقى عندها ذاكره لان هي مش ماشيه في فيديوهات، احنا هنفكرك بالفيديوهات في كل مره عشان الحقيقه ما تضيعش وسط الغلوشه اللي بتحصل. والاهم زي ما احنا بنقول اراء كباتن النادي الزمالك، لا احنا مش ده، احنا بالعكس بنثني على اللاعبين بالعكس. لكن الحقيقه الكابتن زي ما الكابتن رضا ابو عيال اتكلم عن حسام، كابتن حسام غالي، واتكلم عن الكابتن عماد متعب، وشفنا النجوم نادي الزمالك تتمنى النهايات دي مع نادي الزمالك. لا كمان في لاعب اتكلم عن المقارنه بين نهايته ونهايه او قرار او التفاوض اللي تم مع الكابتن حسام عاشور، الموقف اللي حصل. فنشوف الكابتن محمد ابراهيم قال ايه ونرجع تاني. البرتغال رجعت مره تانية، فبالتالي يعني كابتن الزمالك الحمد لله شايف ان كانت تخلص بشكل احسن؟ المفروض على الاقل خالص كان يجيبك ويقعد معاك ويتكلم معاك، واحنا شايفين الفتره دي مثلا اللي انت تطلع والكلام اللي هو بالشكل مع ان اللي انا شايفه اللي بيحصل العكس. يعني مثلا ايه لو حصل مثلا الكلام ده في حته ثانيه تلاقيهم هم اللي بيطلعوا ينتقدوا، انتوا ازاي تعملوا كده وانتوا ازاي وانتوا زي ايه؟ اي موقف بيحصل في نادي ثاني هم بيطلعوا ينتقدوا. اللي ما ينفعش تعملوا كده مع الناس ومش انت ما انت يعني هخليني اكون افسر كلامك. يعني مثلا حسام عاشور حد مسؤول في الزمالك يطلع يقول ازاي الاهلي يمشي حسام عاشور بالطريقه دي؟ ده اللي انت تقصده؟ مثلا اقول لك مثلا يعني فانت من الاول من باب اولى تعمل كده، لكن اللي انت يبقى عندك لعيب وسنا صغير، وانا ماشي من الزمالك كان 27 سنه وسنا صغير وتمشيه بالاسلوب ده، دي حاجه ملهاش اي علاقه بالكوره. يعني كابتن محمد ابراهيم جماهير الزمالك كانت بتقول عليه حاجات كبيره جدا، الناس كانت بتقارنه بالكابتن محمد صلاح وبتقول ان هو حتى في الموهبه افضل من محمد صلاح، في النهايه هو عنده 27 سنه مشى بطريقه من غير ما يعرف، يعني مشوه كده وباعوه من غير ما يعرف واتجه لنادي المقصه، وموضوع محسوم جدا. حتى الاستاذ هاني حتحوت ساله يعني زي حسام عاشور؟ قال له مثلا اذا هو كان برضو شايف ان هو حسام عاشور التفاوض اللي تم معاه من النادي الاهلي من وجهه نظر الكابتن محمد ابراهيم تفاوض محترم. كده يا كابتن رضا جبنا لك ردود على حسام عاشور، الكابتن حسام عاشور والكابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب على لسان كباتن ونجوم زملكاويه. نتمنى تبقى واخد بالك ان اللي انت بتعمله احنا بنرد عليه صوت وصوره وموثق، واكيد الرساله دي هتوصل للاعبين. انت في النادي الاهلي تاكد هتلاقي احنا يمكن مش المدينه الفاضله ولكن على الاقل احنا افضل المدن الموجوده على الساحه الكرويه. هنيجي لرد من كابتن ميدو مجمع بقى كابتن حسام عاشور مع كابتن حسام غالي وطريقه رحيلهم من النادي الاهلي. روح ونسمع كابتن احمد حسام ميدو قال ايه. لما نيجي نبص لمجلس اداره الاهلي، انا ببقى في حاجات انا ببقى سعيد بيها. لما اشوف النهارده مجلس اداره الاهلي بيجدد لحسام غالي وعماد متعب بارقام كبيره وبيستثنيهم من نسبه المشاركه، ده بيحسسني بالاحترام. بيحسسني ان 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 المؤسسه دي تستحق ان الناس تحترمها. ومش بقول كده طبعا رياق لحد، ولكن دي حقيقه. حقيقه يعني اتمنى ان كل مصر تبقى بتفكر كده. لما يكون لاعب او بني ادم صنع تاريخ واشتغل في مكان واخلص ليه بيستحق في نهايه مشواره ان هو يعامل بشكل جيد. لان هو ده الوقت اللي هو محتاج الريورد فيه، هو ده الوقت اللي هو محتاج ان الناس مسانده. لان هو ده الوقت، مش عايز اقول كده بس هو ده الوقت اللي هو مش قادر فيه زي الاول. كلنا مرينا بسنة حياه طبيعيه. يعني نعم. فللاسف في انديه تانية كتيره بنلاقي ان اول ما اللعيب يبتدي يعمل كده في انديه تانية كتيره دي الحقائق اللي هنفكر بيها، بس ما كانتش دي اخر الحقائق، في حياه فيها مفارقه كمان. ده هي بقى الوضع ده بيحصل ليه؟ يعني هو ليه الكابتن رضا عبد العال شايف الامر بالشكل ده؟ برغم ان الكابتن رضا عبد العال المفروض ان هو شاف نهايه اصعب بكتير قوي قوي من النهايات اللي عرضها، وكان الاولى ليه يوجه الرساله دي للاعبي الانديه الاخرى في التفاوض مع انديه اخرى. تعالوا نشوف الكابتن رضا عبد العال نهايته مع نادي الزمالك كان شكلها ايه بلسانه هو.
اخر سنه بقى اللي قبليها لا اخر سنه فاحنا انا ما خدتش المكافاه فالمهم كنت قاعد فبيتكلموا فبيقول لك لا الجيل ده لازم يسرح لان احنا مش هنعرف نلاحق عليه فلوس عشان البطولات اللي هيجيبها ده ناس من مجلس الاداره هو ده مبدا ده معقول كده خازين يدفع فلوس اقسم بالله يا استاذ هاني هذا حصل من ناس في مجلس الاداره واحنا طالعين عشان نعرف المكافاه بتاعتنا هتبقى ايه او ان احنا هناخد قد ايه فهم بيقول لك الجيل ده لازم يسرح لان مش هنعرف نلاحق عليهم فلوس لان ده هيخربوا بيوتنا مبدا غريب جدا بصراحه يعني انا ماشي جيل عندي جيل ذهبي عشان مش قادر ادفع له اسمه ايه ده مكافآت البطولات اللي هيجيبها يعني ده منطق غريب جدا بصراحه وتصديقا للكلام يا فنان ان انا مشيت بطلوا جمال عبد الحميد مشوا اشرف قاسم من السعوديه فركشوا فعلا الجيل ده في السنه دي يا فنان الكابتن رضا عبد العال مش بيتكلم عن نهايته فقط لا غير لا ده بيتكلم كمان عن نهايه جيل لكن ده مش موضوعنا احنا بس لنا تعقيب بسيط نربط بيه الناس كده ان الكابتن رضا عبد العال تم عليه مزايده بشكل غير طبيعي وغير قانوني عشان ما يزعلوش نادي الزمالك ويدفع 625,000 جنيه في الكابتن رضا عبد العال مواضيع كثيره يا فارس اعتقد حسمناها لكن لو احنا بقى حابين نسرد ونشوف النهايات كانت ازاي في الانديه الاخرى نسرد هنسرد يا احمد وهنروح للحته دي بس عايز اقول حاجه مهمه على فكره انا مع ناس كثيره جدا بتقول لنا دايما ان كابتن رضا بيتعمد الاراء دي عشان يعمل جدل وبتاع انا معاك بس بالتالي لو ما تردش وما توضحش زي ما قلنا ذاكره الجمهور مش ارشيفيه انت لازم تعرض ده ذاكره اللاعبين ممكن تنسى عشان كده انت دورك ان انت تبين حاجتين اولا ان كلامه غلط ثانيا ان هو بيتعمد النوع ده من التصريحات عشان يعمل اثاره فارجو الناس ما تاخدش او تعتمد على تصريحات كابتن رضا ان هي مسلم بيها وترجع وكتير جدا من الصفحات الاهلاويه وانا بقول اهو بوجه عتاب بتقع في فخ ان كابتن رضا يقول تصريح معسول جملتين حلوين فتتاخد فتخلي الناس تروح يمرر وسطها 50-60 مغالطه فنضطر نرد ونوضح ان دي مغالطه لان هي انتشرت. هنيجي بقى لتقرير اتعمل في قناة مودرن سبورت قبل كده بيتكلم عن كباتن نادي الزمالك وكيف كان التعامل معهم وبرضو احنا ما بنقولش رأينا صح غلط المعطيات مش بتاعتنا انما بنرصد حالة كانت حاصلة نطلع نسمع التقرير على عكس الأندية المحلية والعالمية يفرض الرعب نفسه على كباتن نادي الزمالك بمجرد الإعلان عن فوز أحدهم بحمل الشارة رسمية يحسده الكثيرون على وضعه ومكانته الجديدة بينما يظل هو شارد الذهن مهموما وعندما نسأله عن السبب يجيب بنبرة حزينة اقتربت نهاية مع الساحرة المستديرة هذا هو لسان حال جميع كباتن القلعة البيضاء في السنوات العشرة الأخيرة لم يكن حال أيمن عبد العزيز آخر ضحايا شارة الكابتن أفضل بكثير من حال خالد الغندور ومحمد صبري ومدحت عبد الهادي وطارق السيد ممن سبقوه إلى نيل شرف الموت في رحاب الشارع لم تشفع الألقاب والبطولات التي حصدها النادي تحت قيادة بندق له عندما اجتمعت كبار القبيلة البيضاء وأكدوا على ضرورة التخلص منه ليلجأ إلى الترسنة رغما عنه وينهي بها مشواره وهو نفس ما حدث مع صبري وجاء الدور على عبد الهادي أو مدحت قلب الأسد مثل ما كان يناديه جمهوره والذي خرج هو الآخر من القائمة في وقت حرج للغاية وفي مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين وقتها ولم ينجو طارق السيد من الفخ حديثا عندما أبلغه محمد حلمي المدرب العام الأسبق للفريق بقرار استبعاده من القائمة هاتفيا أثناء تواجده بالأراضي الحجازية لأداء العمرة وطلب منه البحث عن ناد آخر بسرعة حتى لا يفوته قطار اللعب والاستمرار في الملاعب وجاء أيمن عبد العزيز ليمثل آخر ضحايا الشارة بلا شك بعدما شرب من نفس الكأس ووجد نفسه خارج أسوار ناديه بدون مقدمات أو إنذار سابق بعدها اتفق الجميع على أن الشارة البيضاء هي بداية النهاية تقرير مبدع يعني أنا ما عنديش تعقيب للأمانة على أي حاجة في التقرير لأن التقرير هو بيعلق على نفسه وواضح يعني أنا كان ناقص تكة وحبكة والله يعني الشارة البيضاء هي بداية النهاية كباتن نادي الزمالك ودي نهاياتهم مع نادي الزمالك والناس بتتكلم عن نهايات لعيب النادي الأهلي الكبار
مع نادي الزمالك. الحقيقه الفيديو ده يعني الواحد تردد ان هو يعرضه، لان بالفعل انا تعاطفت مع الكابتن بشير التبعي اللي ما كانش كابتن، ولكن ايضا بعد ما جاء احتفلوا بيه وجابوه من قلب النادي الاهلي لما كان راجع من الاحتراف ولفوا بيه المدرجات، كانت النهايه برضو نهايه ماساويه. نشوف الكابتن بشير التبعي وهو بيتكلم عن نهايته مع نادي الزمالك. مفيش ثلاث دقائق بعد ما قفلت معاه الكابتن محمد حمدي بيكلمني بيقول لي ازيك يا بشير، عامل ايه، اخبار والدك ايه، الف سلام عليهم. قلت له الله يسلمك يا كابتن، متشكرين على سؤالك، خير يا كابتن. قال لي مفيش، احنا قررنا ان انت ما انتش معانا. قلت له انتوا مين اللي قررتم؟ قال لي احنا ومجلس الاداره. قلت له مجلس الاداره مين؟ ممدوح بيه عباس بره مسافر بره مش عارف بيجيب لعيب ولا بيجيب مدرب، يعني جهاز فني؟ مفيش جهاز فني، انتوا مين؟ قال لي والله هو ده قرار وانا ماليش دخل فيه. يعني ما استناش لما يقعد معاك كمان خالص اطلاقا يعني. لكن لو شفت رئيس النادي وانا بمضي عقدي في اسبانيا بيكلم في التليفون عامل ازاي، زي ما اكون كان واقف على جمره نار، مضى ما مضاش، الحكايه الروايه. والاهلي مش كان متفق معاك؟ ما هو انا بتكلم هون متفقين، لكن انا فضلت يعني احترام كلمتي مع نادي الزمالك وحاجات زي كده، بالرغم ان احنا بداناها او البدايه ما كانتش كويسه معاهم لما ادوني شيك ورحت اصرفه وقفنه لي وحاجات زي كده، فده كان قراري ان انا اروح للنادي الاهلي انتقاما منهم وكده. لكن بسبب تدخل بعض الشخصيات ومنهم خالد الغندور، يعني مع احترامي، اللي جه قدام شقتي والله العظيم كده اتحاسب على الكلام ده، ونام واغمى عليه وقال لي مستقبله هيضيع والناس هتفقد مصداقيتي وهمشي من الشغل بتاعي وهترفض وعيالي والكلام ده كله. يمكن يعني مراتي قالت لي حرام اللي بتعمله في دون، اسمع كلام الراجل دوت، حرام عليك تعب معاك الراجل ده. فالناس دي كلها دلوقتي انا عايز اعرف الناس دي كلها دهنت وشاس واتبخرت. يعني خالد غندور ما بيتكلمش، ما كلمنيش، ما وقفش جنبي، ما عمليش حاجه. عايز اعرف فين خالد غندور دلوقتي. انا متعود عليك انك راجل عندك جلد وراجل راجل بمعنى الكلمه. انت اكبر من الكلام ده كله يا كابتن. اي حد ممكن يمشي مفيش مشكله، ممكن ابطل، بس ما مشيش بالطريقه دي خالص يا كابتن. ما مشيش بالطريقه دي عشان واحد زي محمد حلمي ده يمشيني كده ليه يعني؟ عشان ايه؟ مع احترام لاي حد، ايه تاريخ محمد حلمي في نادي الزمالك؟ يعني انا مش بغلط في النادي، انا بحب نادي الزمالك، ومن دلوقتي بقول لو هشتغل يعني بواب او عامل امن في النادي. لا انت كرامتك كرامه اي حد. لا انا بحب النادي، انا اقبل على نفسي اي حاجه في النادي عشان بحب النادي ككيان. ليه انا امشي بالطريقه دي وانا ثالث او رابع كابتن بالطريقه المهينه دي؟ مفيش مشكله ان انا امشي، ومش عايزني، بس لازم يعني كنا نقعد مع بعض، يعني نقعد مع حد محترم يقول لي احنا مش عايزينك او اي حاجه، يعني نشوف طريقه زي الانديه الثانيه، لكن بالطريقه دي يعني انا يعني. زميلنا في الاعداد شادي صبري له حصريات صعبه. الكابتن بشير التبعي بدون تعليق بيسال يا فارس الكابتن خالد الغندور اللي جاء تحت البيت وكان اغمى عليه هو فين؟ هنرد كابتن خالد الغندور هو فين لما نسمع كابتن خالد الغندور نفسه تقييمه للنهايه كان عامل ازاي؟ نطلع ونشوف الفيديو. خالد يا غندور بعد اذنك يا كابتن خالد، ما انت المفروض ما تزعلش يا كابتن خالد من بشير، لان انت عارف ان بشير طبعا محطوط في موقف. طارق انت عارف انا بحبكم قد ايه، ربنا يخليك يا كابتن. والله العظيم يا طارق، والله العظيم اقسم بالله انا اكتر واحد حزين ان انتوا الاثنين مشيتوا من النادي، واكبر غلطه نادي الزمالك عملها وقبل كده وائل الاباني ومحمود محمود، انتوا مشيتوا، دي اكتر حاجه مضايقاني، ولان انا حسيت بيها. انا لعبت اكتر منكم يا طارق وبشير في النادي. طيب خالد انا عاوز اسالك سؤال يا خالد. ومشيت ماشيه وحشه جدا. طيب خالد مشيت ماشيه وحشه جدا. مشيت ماشيه وحشه جدا، يعني طب فين الكلام ده دلوقتي؟ راح فين الكلام ده؟ كابتن خالد الغندور نادي الزمالك مرضاش يقيده في القايمة وفضل قيد كابتن رضا سيكا، وبعدها كابتن خالد الغندور قال ده الاحتراف، أنا ممكن أنهي في نادي تاني. وفي حوار لي مع المصري اليوم للشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط، كان بيتكلم فيه عن الحوار ده. طبعا هو موجود مصدر، عشان لو كابتن خالد طبعا بيحب يشكك في المعلومات دايما. معلومات ايه ده؟ صوت وصوره لمجرد تشكيك. لا كمان موضوع القيد بقى مش موجود هنا. فطبعا الوثيقه اهي موجوده، لكن المهم هنا نتكلم فيه. احنا ما بنلومش نادي الزمالك على فكره، نادي الزمالك شايف مصلحته الفنيه انه كان ما يقيدش كابتن خالد، ده شان فني. ولكن يا كابتن حضرتك شفت بالوضع ده ونادي الزمالك وما بتتكلمش دلوقتي، ولكن انت بتشوف بالنسبة للاعبين تانية او نادي الاهلي مش من حقه يقيم التجربة او يقرر ايه. اعتقد يا كابتن خالد ويا كابتن ايمن عبد العزيز ويا كابتن رضا خليتونا نطلع من الماضي، وما شاء الله شادي صبري زي ما انت قلت حاطط اللوجو، انا مش شايله يعني مش شايله، ولكن لسه برضو عندنا كمان. عجبتني يا كابتن خالد. يا كابتن خالد. كابتن خالد. كابتن خالد طبعا يعني مش ماشيه وحشه، ولكن عندنا الكابتن احمد حسام ميدو اللي كان بيتكلم عن ازاي النادي الاهلي كرم الكابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب، يتكلم عن هو فكره نهايته مع نادي الزمالك كانت ايه. نطلع نشوف الفيديو للكابتن احمد حسام ميدو. كل لعيب فينا معرض لارتفاع مستواه وهبوط مستواه، لكن انت تتعاقد مع نادي
فانت فالنادي ملتزم بالتعاقد معاك. تمام. فالنهارده ايا كانت ايه ظروفك ان انت يهبط مستواك او تتعرض للاصابه او لا قدر الله بطل كوره، مش معنى كده ان اذا مبدا مجلس الاداره او مبدا النادي ان هو ما يدفعلكش فلوسك عشان انت مش محتاج او عشان انت ما لعبتلوش. تمام. ميدو في ناس بتقول امثله كتيره بلعيبه، اديك امثله كتيره بلعيبه جوه نادي الزمالك ما لعبتش في السنين اللي فاتت وحصلت على مستحقاتها كامله. دي نمره واحد. نمره اثنين، ما ينفعش يا كابتن خالد ان انا ابقى راجل النهارده احد كباتن نادي الزمالك وكل الحمد لله الكوره اللي انا لعبتها دي، وان انا لما اكون متواجد في مكتب رئيس النادي الخاص وهتكلم معاه ان هو يطردني بره مكتبه. انت كنت جاي بتعرض عليه مشاريع هتجيب دخل للزمالك حوالي 10 مليون جنيه. دخل نادي الزمالك ب 10 مليون جنيه في خلال شهر. مش معنى ان انا اتطرق لمستحقاتي ان رئيس النادي يطردني بره مكتبه. تبدو تظل قيمه الكابتن احمد حسام ميدو لدى جماهير النادي الزمالك خاصه، هم بيسموه العالمي. والحقيقه الكابتن احمد حسام ميدو كتير جدا من تصريحاته بيكون فيها المصداقيه، لكن شوف هو كان بيتكلم عن كابتن حسام غالي ازاي، والكابتن عماد متعب ازاي، والنهايه مع نادي الزمالك، وهو في نهايته مع نادي الزمالك رايح يعرض على نادي الزمالك مشاريع ب 10 مليون اتطرد من المكتب. مش كده وبس، هو لحظه الخروج النادي بيحددها زي ما هو عايز، مفيش مشكله، ولكن احنا مفيش اي مواقف حكينا فيها كان فيها هذه او هذا الانتقاص من اللاعبين بالشكل ده. ولكن عندنا برضو لسه كمان نشوف كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم عن باسم مرسي، كان بيقول باسم مرسي قال ايه. باسم كاتب على انستجرام: شكرا نادي الزمالك، شرف ليا ان انا كنت لاعب داخل القلعه البيضاء، وان انا ما اتخذلتش وما قصرتش في اداء واجبي طول الفتره اللي فاتت، وقضيت موسم ونص من افضل مواسم حياتي. مش عارف هو باسم يعني خد القرار يعني ولا ما مش فاهم. هو باسم عنده شرط جزائي في عقده، ممكن يمشي بالشرط الجزائي، لكن في النهايه هو كده فاكر ان هو بيكسب. بالظبط. للاسف يا حسام احنا اتعلمنا وكبرنا، هو كده بيخسر مش بيكسب، بيخسر جمهور الزمالك اللي هو بيحبه. لازم يعني يقدر يكون عنده ثبات انفعالي. كاتب: بعد إهانة أسرتي وبعد إهانة عائلتي هذا أنسب وقت للاحتراف. هو شكله هو عايز دماغه الاحتراف. الكلام هنا مش لباسم مرسي ولا الكلام هنا لنادي الزمالك، الكلام هنا الكابتن خالد الغندور، والتناقض الواضح بين التعامل مع ملفات في النادي الأهلي وطريقة تقييمه ليها وطريقة فكرة تسخين اللاعب أو فكرة إن اللاعب ظلم، وعلى النقيض خالص فكرة الشخص اللي بيتكلم في أهمية قرار نادي الزمالك، والنادي الزمالك ما ظلمش حد، وكابتن باسم مرسي. أعتقد الغرض دائما ما يكون شكل من أشكال المرض. الأصعب فارس من الكابتن خالد غندور إن هو بيقول له أنت كده هتخسر جماهير نادي الزمالك، يعني عايزه يتقبل الإهانة والسب بالوالدين ويكمل عادي. اعتقد عندنا لعيب محترف رفض ان هو يكون حتى قال انا مش لاعب مصري. تشوف فيديو الكابتن محمد كوفي ونرجع تاني. لكنني اعتقد ان الجرح الذي حدث لي من الزمالك كان كبير، الاعتداء انه كلمه كبيره، انه بالفعل قام بإلقاء الماء على وجهي، وقلت له: مع كامل احترامي لك سيدي الرئيس فأنك كأب لي فأنا أتقبل ذلك، ولم يكن مسرور وأنني لا أستطيع أن أرد عليك لأنك في سن أبي، وقمت بمسح المياه وقلت له أنني أمام الله أعتقد أنك مثل أبي وأنني أسامحك. وعندما قالوا أنه هرب أنني هربت وأنني زورت جواز سفر، لكنني لم أرحل بهذه الطريقة إلى بوركينا فاسو بهذه الطريقة. لقد أخبرت الجميع، قلت لهم جميعا عندما لا أكون مسرور فأنني لا ألعب كرة القدم، لكن عندما أكون سعيد وراضي فأنني أستطيع أن أمزق جسدي لصالح النادي. أن كوفي ليس الشخص الذي يهرب من أرض الملعب، أن لست شخص سيء، ولكن لا تقولوا أنني شخص سيء وأنني لست في فورمة اللاعب الآن، وكل هذه الأشياء التي قيلت. أنا قلت أنني لا أستطيع أن أستمر هكذا،
قلت لهم إن أردتم أن أستمر بادلوني الاحترام فأنا أحترمكم. بادلوني الاحترام فأنا أحترمكم. محمد كوفي بالمناسبة كان أيقونة عند جماهير نادي الزمالك في الفترة اللي لبس فيها تشيرت نادي الزمالك، وكانوا بيعتبروه كلاعب مقاتل، بيعتبروه زي ساسي حاليا كده، إن هو مولود في نادي الزمالك بتشيرت نادي الزمالك، وفي النهاية الراجل طالب الاحترام والإعلام ما بيعقبش. وكابتن رضا مش واخد باله، بيتكلم عن نهايات حسام عاشور وحسام غالي وعماد متعب. خايف تقرب من ناحية النهايات دي يا كابتن رضا؟ اه طبعا خايف يا احمد، ولا يبرر شيء غير الخوف، وان بقى في شكل من اشكال الاستسهال الاعلامي للنادي الاهلي، وده اللي احنا واقفين عنده. وزي ما قلنا مشكلتنا مش علاقه اللاعبين بالزمالك شان خاص، ولكن مشكلتنا تناول الاعلام، التناول الاعلامي والتناقض الواضح، ان الناس بتسن سنانها وبتسن سكاكينها على النادي الاهلي في امور واضحه جدا ان هي كمان نفسها مغالطات. بس كمان زي ما رحنا معاكم للاعبين اجانب ولاعبين مصريين، كمان نرجع بالزمن شويه ونشوف كابتن علي خليل احد نجوم نادي الزمالك قال ايه. كل لعيبه النادي اتعمل لهم اعتزال، وانا عشان قال لك ده يا عم ده لو كان بيحب النادي الكره اللي جابها جون دي وراح قال للحكم الكره مش جون. انا قلت الحق، وما انا اقول الحق ده شيء جيد للنادي، ما يوقفوش ضدي. قال لك لا انت يا عم لو كنت بتحب النادي كنت قلت الكره جون. وقابلت الكابتن فاروق جعفر والكابتن اسماعيل يوسف واتكلمنا لازم تيجي النادي. قلت لهم يا جماعه انا واخد قرار من الاول بقى او من يوم ما مشيت انا مش هرجع نادي الزمالك الا اذا نادي الزمالك كرمني. جريت الاخبار كرموني احسن تكريم. الكلام ده اخترته في نقطتين، في نقطه كمان مهمه، ان لما النادي الاهلي بيبقى عنده واقعه مبادئيه بيفخر بيها دايما والجمهور يزهو بيها، بتكون دايما متكامله لاعب واداره وجمهور. هنا كابتن علي خليل بيقول ان ما تعملوش تكريم ولا مباراه اعتزال وتعاقب عشان الكره احمد اللي راح اعترف للحكم ان هي من بره، يعني اساسا ده بينسف اي حاجه تخص نادي الزمالك في ان هو يقدر يزهو او يتكلم ان الواقعه دي اخلاقيه احنا فخورين بيها، لان النادي نفسه اللاعب صاحب الواقعه بيقول انه تعاقب على امانته في النقطه دي. طبعا كابتن علي خليل موقفه يفضل تقدر تشيد بيه، وان كان برضه في ملابسات حكيناها قبل كده، ولكن الخاص بالنادي هو بيقول ان هو عوقب على ده وما تعملوش تكريم ولا مهرجان اعتزال. يعني مش بس المشكله في القرار، لا كمان فيما يخص الواقع اللي قبله نفسه. لا هو كمان الكابتن علي خليل كان حكى عن فكره نهايته وخروجه ازاي من نادي الزمالك، ان كان جاي له شركه في الامارات ونادي الزمالك رفض يسفره فراح على السودان بالبطاقه وسافر. الاهم ان هو الشخص اللي قال له جايب لك عقد من الامارات عرف بعد كده الكابتن علي خليل ان هو اللي كان بعته الكابتن حلمي زموره بفكره ان احنا نخرجك من نادي بدون ضغوط جماهيريه، لان بالفعل ضغوط الجماهيريه كانت صعبه جدا على كل مسؤول في نادي الزمالك في الثمانينات وما قبل. اي رئيس في نادي الزمالك كان بيعمل حساب جماهير نادي الزمالك بشكل كبير جدا، يمكن كمان اتعلمه من الماضي، لان الكابتن حماده امام اللي اتعمل له بص شوف حماده بيعمل ايه من جماهير نادي الزمالك، واتعمل له اول رابطه من مشجعين للاعب في نادي الزمالك هو الكابتن حماده امام اللي جابته طياره هليكوبتر يلعب مباراه اشبال، قيمه كبيره جدا عند نادي الزمالك. وفي النهايه زي ما الاخبار قالت المصر الرياضيه قالت قلشوا حماده امام. كابتن حماده امام خرج من القايمه، وزي ما حضراتكم شايفين المساء الرياضي قلشوا حمادة امام، الزمالك لم يقيده ضمن ال 22 لاعب. ورد عليهم الكابتن حمادة امام سألعب لنادي كبير وسأعود الى الملاعب احسن مما كنت، اكلوني لحما ورموني عظما. ده الكابتن حمادة امام نجم كبير وتاريخ عظيم مع نادي الزمالك، وفي النهايه تم النهايه بالشكل ده. والحقيقه ان جماهير نادي الزمالك وقتها عملت مشاكل كتير جدا وشغب كتير جدا وهاجمت بالفعل النادي، لدرجه ان النادي كان عنده مباراه وديه مع الاتحاد السكندري في التوقيت ده نقلوها خارج ملعب اللي هو حلمي زموره حاليا، لارتباط الجماهير بالكابتن حماده امام اللي اتصدم من الجمعيه العموميه في انتخابات الجمعيه العموميه صدمه اخرى بعد صدمة مجلس الإدارة. ده كنا بنلقي نظرة على تاريخ تعامل اللاعبين من خلال أندية والتناول الإعلامي الحالي بفكر تشبيه النادي الأهلي أو تصوير النادي الأهلي هو النادي الأشر مع نجومه مع لاعبيه، برغم أن الوضع مختلف تماما. فارس جبنا من الوقت الحالي لكمان للتاريخ، لكن على ذكر الكابتن حمادة أمام أعتقد أنت محتاج تروح لحد غير كابتن حمادة أمام برضو من نفس العائلة. بالضبط، نروح ونشوف الفيديو لكابتن حازم إمام وهو بيتكلم عن علاقته بنادي الزمالك.
نفسي انا خلاص انا مش هلعب في نادي الزمالك، انا بطلت كوره في نادي الزمالك اللي يعني كتير اللي بيحصل فيا بصراحه. بنقول انك انت نجم جماهير نادي الزمالك. ولا نجم ولا حاجه يا راجل، نجم بيحصل فيه الكلام ده، حاجه بهدله يعني. برضو الجمهور هنا كان حقه يشوف كابتن حازم مفيد ولا لا، وكانت الاداره حقها تاخد قرارها، ولكن حد بيتكلم في ده دلوقتي؟ لا، بيتكلموا في صوره معينه والله العظيم عايزين يزرعوها جوه عقل المتلقي ويسيبوا 100 حاجه حصلت الجمهور ممكن ينساها عشان يوصل انطباع معين واهداف معينه في منتهى الخطوره اللي محدش ممكن يتصورها. بس اطمن، الصوره اللي بيحاولوا يزرعوها في لاعبي الانديه الاخرى او لاعبي النادي الاهلي في التجديد وما شابه اتزرعت داخل احد كباتن ورموز نادي الزمالك ونجم النجوم في الالفيه الجديده هو الكابتن شيكابالا، لدرجه دفعته ان هو يفكر ان هو ينهي مسيرته في نادي اخر. نشوف كابتن شيكابالا بيقول ايه. شيكا امتى ترجع لنادي الزمالك؟ لا دلوقتي الفتره دي لا مش هينفع ارجع خالص. بعد السعوديه ممكن ايه المكان اللي تلعب فيه التاني؟ لا بعد السعوديه هبطل خلاص، ممكن ابطل في الاسماعيلي. في الاسماعيلي؟ حبيت الاسماعيلي لما لعبت فيه؟ طبعا. ايه اللي حسيته مختلف طيب يخليك تقول الكلام ده؟ لا هم نادي ناس بتحب الكوره بس، يعني هم ناس عايشين على الكوره. ده طبعا الكابتن شيكابالا قبل ما يرجع لنادي الزمالك الفتره الاخيره، كانوا انتوا بتحاولوا تزرعوا الصوره دي في فرق لعيبه الفرق الاخرى ونجوم النادي الاهلي اثناء التجديد عشان النهايات. الكابتن شيكابالا نفسه كان باصص على صوره الكباتن اللي عرضناها في التقرير والصوره التاريخيه اللي عرضناها حاليا، فكان بيتمنى ان هو ينهي في نادي الاسماعيلي وهو ايقونه عند جماهير نادي الزمالك برغم انه كان هيوقع للنادي الاهلي او وقع بالفعل. هي دي بقى، كان هيوقع للنادي الاهلي قبل كده في مشادات بينه وبين الجمهور، تصريح ان هو ينهي في نادي غير الزمالك. اعتقد دي علاقه جمهور الزمالك تجاوز فيها عن حاجات حقه، ولكن جمهور الاهلي عشان هو زي ما بنقول دايما جمهور مبادئي وبيقف عند لقطات معينه، كابتن عصام الحضري، كابتن ابراهيم سعيد وغيرهم، كان جمهور الاهلي له موقفه، كل جمهور له تفكير وله سياسه، ولكن احنا عندنا حاجه، عندنا رساله للاعلام نفسه ان احنا بنقول لكم تشكيل لنادي الزمالك عبر التاريخ من النهايات الغير سعيده لكباتن نادي الزمالك زي ما عماره مستعرضه على الشاشه، من اول عبد الواحد السيد، طبعا كلهم كباتن، ايمن عبد العزيز، بشير التبعي، وكابتن خالد غندور، محمد ابراهيم، رضا عبد العال، حازم امام، طارق السيد، والثلاثي الامامي الكابتن عبد الحليم علي، كابتن احمد حسام ميدو، الكابتن علي خليل. جبنا من كل الحاضر والماضي والمستقبل كمان، لكن عايزين نوضح للاعلام شوفوا بعينيكم الاثنين، ومش بس كده لازم تكون الصوره واضحه والرؤيه واضحه عشان ما ينفعش كمان تدعي نهايات غير سعيده والحقيقه ان اللاعبين بعضهم او معظمهم شايفين ان النهايات سعيده وبيتم تكريمهم، وزي ما شفنا كابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب والكابتن حسام معصور والكابتن بركات بالظبط والكابتن ابو تريكه والكابتن وائل جمعه، كلهم ناس كتير نهت وتعينت في النادي الاهلي، والتعيين مش هو بس الوسيله الوحيده للتكريم، لا المعامله المحترمه، واعتقد وضحت الصوره ووضحت الرؤيه تماما، ولعبوا غيرها في اخر حلقتنا النهارده. لازم نشكر فريق الاعداد اللي بذل مجهود كبير معانا، شادي صبري، رضا غانم، جمري، احمد الغمري، وطبعا مخرج العمل محمد عماره، ونشوفكم ان شاء الله، ودايما الاهلي خط احمر. سلام.